بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد في حلقه جديده من ملوك الصلاه. تابعنا منذ لحظات المؤتمر الصحفي للكابتن حسام البدري، طبعا قبل انطلاق مباراه قبل النهائي بكره ان شاء الله الاهلي والترجي، مباراه في غايه الاهميه انتظرها الملايين مش بس داخل مصر ولكن خارج مصر في افريقيا كلها. الحقيقه شفنا درجات الاستعداد، شفنا الروح، حتى كابتن حسام يعني صدر لنا روح ايجابيه جدا وقال كلمه في المؤتمر الصحفي، قال ان كل مباراه لها حساباتها، وده ان شاء الله اللي احنا كلنا عارفينه واكيد الجهاز الفني عارف ده. شفنا التزام وقد ايه في المؤتمر الصحفي انه عايز يخلص بسرعه لان في معاه تدريب يحترم، لازم يكون في التدريب وكل دقيقه ليها ثمن في تدريب اليوم. شفنا كمان خبر جميل عرفناه، سعد سمير جاهز للمشاركه بكره ان شاء الله في المباراه، اصابته اطمنا عليها. يعني الحمد لله في اخبار يعني اتصدرت لنا تدعو للتفاؤل. كمان شفنا يعني لقطات من التدريب، يعني لقطات حيه او لايف من تدريب في ملعب رادس، الملعب اللي هيتقام عليه اللقاء، ودي برضو ايضا لقطات ما زالت بتعرض لحضراتكم من هناك في درجات استعداد. الحقيقه انا عايز اوجه رساله الان، يا ريت يا رب يكون اللعيبه سامعيننا، مباراه اللي زي دي محتاجه انكار ذات، لازم اللاعبين، مش مهم مين يلعب، مش مهم مين يأدي، مش مهم مين يجيب جون، مش مهم مين يعمل ايه، المهم ان احنا نطلع كالنادي الاهلي كسبانين. المباريات دي بتكسبها من على البنش. تاني بكرر، هذه المباريات اللعيبه الكبار اللي لعبوا مباريات على هذا المستوى عارفين كويس ان المباريات دي بتتكسب من نمره واحد من على البنش. البنش كله روح واحده مع اللعيبه اللي جوه، لازم يكون في درجات عاليه جدا من الروح والترابط والتلاحم خارج الملعب وداخل الملعب. بالشكل ده ان شاء الله هنمشي المباراه لبر الامان، وانا لسه بقول وقلتها، الاماني ممكنه والاهلي قادر ان هو يعملها، وشفنا ده كتير جدا مش بس مع النادي الاهلي، شفنا كتير ده مع فرق كبيره كانت خسرانه او احنا رايحين متعادلين. الموضوع موضوع روح، ان شاء الله كل التوفيق بكره، لان هو ده الحدث الرئيسي والاساسي اللي احنا كاهلاويه كلنا متابعينه ومنتظرينه ان شاء الله. الحقيقه نرجع لحلقتنا، حلقتنا النهارده زي ما عودناكم كل يوم جمعه بنجيب لكم الجديد كله والاخبار الجديده في العاب الصالات، لان طبعا في مجهود كبير بيبذل في العاب الصالات والالعاب الاخرى، لازم نحط عليها الضوء وتركيزنا مع مباراه بكره. ما نسيناش ده ان احنا نبقى دايما يعني على توافق وعلى تواصل دايما باللي بيحصل في العاب الصالات. عندنا ثلاث فقرات النهارده ان شاء الله، هيكون معايا اسطوره الكره الطائره طبعا كلاعب كبير جدا وايضا مدرب خد خطوات كبيره في تدريب كره الطائره، هيبقى معانا كابتن حمدي الصافي، هيكون معانا بطل العالم في السكواش الكابتن كريم عبد الجواد، بطل العالم المصنف رقم واحد حاليا في لعبه السكواش، مضى هذا الموسم مع النادي الاهلي زي ما النادي الاهلي بيدور يجيب في الكوره احسن لاعبين في كل العاب، بيحاول يجيب احسن لاعبين. هيكون معانا في الفقرة الثالثة هيكون معانا كابتن عبد الله عبد السلام، نجم مصر واحسن صانع العاب في افريقيا واحسن صانع العاب في مصر كرة الطائرة، هيكون معانا. ومعانا محمد عبد المنعم، يعني نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر واللاعب صاحب الرجولة الكبيرة جدا، وشفناه يعني كان اصيب برباط صليبي منعم في بطولة افريقيا، والمناسبة بطولة افريقيا اللي فاتت في كرة الطائرة النادي الاهلي فاز على الترجي ايضا في ملعبه وسط جمهوره. يعني ان شاء الله يعني تكون الامور ماشية كما يعني نريد. الحقيقه لازم ارحب بضيف اللي طبعا معايا في الاستوديو، وهنبتدي معاه فقرتنا الاولى، كابتن حمدي الصافي. زي ما قلت لكم اسطوره الكره الطائره، لما نتكلم عن الكره الطائره في النادي الاهلي لازم نتكلم على كابتن حمدي الصافي، لانه اسطوره كبيره من اساطير كره الطائره في النادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. ازيك يا كابتن هيثم، انا سعيد طبعا موجود معاك النهارده وسعيد في البرنامج الجميل بتاعك ملوك الصلاه. منورنا يا كابتن، واحنا لما قلنا اسطوره احنا عارفين بنقول ايه، يعني انت كنت بتحببنا وما زلت بتحببنا في الكره الطائره، وانجازاتك كلاعب تتكلم عنك وانجازاتك كمدرب ايضا تتكلم عنك. الحمد لله، طبعا النادي الاهلي نادي كبير مليء بنجومه في كل الالعاب ودايما بيشرفوه في كل حته. طب كابتن حمدي، طمنا على الفرقه، طمنا على الاخبار. حصل عندك طبعا فريق الاول لكره الطائره سيدات، في لاعبات اشتركوا مع المنتخب سواء المنتخب الكبير او 23 او المنتخب الصغير ايضا، طمنا الاخبار ايه، مين اللي جه، مين اللي راح، وضع الفرقه ايه دلوقتي؟ والله احنا طبعا ابتدينا فترة الإعداد، ما كانش موجود لاعبات الفريق الأول وفريق منتخب ال 23. ابتدينا طبعا باللاعيبة اللي موجودة اللي هي المجموعة المتبقية، وضمينا مجموعة من الناشئات معانا والشابات. كانت فرصة كويسة جدا إن احنا نكتشف اللاعيبة دولت ونشتغل معاهم في الفترة اللي فاتت ديت. الحمد لله في أكتر من عنصر ظهر بمظهر طيب جدا، هيكون له وجود الفترة الجاية طبعا مع نجوم الفريق اللي هم الدوليين.
عندنا رجع نهله سامح وشروق فؤاد اتمرنوا معانا فتره لمده اسبوعين ثلاثه لحد ما منتخب 23 يرجع، كانت فتره كويسه برضو ان هم يجوا يشتغلوا معانا. الحقيقه طبعا مش هيظهر الشكل الاجمالي او الكامل للفريق الا ان شاء الله في نهايه في نص 10 يكون المنتخب القومي الاول خلص بطوله افريقيا واكتمل الفريق تماما بعدد نجومه. يعني حضرتك كان اكيد المشاركات دي زي ما حضرتك قلت فيه لعيبات غابوا عن التواجد شويه وفي لعيبات كانوا موجودين، بالتالي المنتخب دلوقتي رايح كينيا لتصفيات افريقيا صح كده؟ المنتخب الاول رايح بطوله افريقيا في الكاميرون، دي مؤهله لكاس العالم ان شاء الله، اول فريقنا الاول والثاني يوصلوا كاس عالم باذن الله. صحيح، وهو كان معانا شروق ومريم الحقيقه وكانوا على امل كبير، البطوله دي بالنسبه لهم تمثل كثير يعني. طب كابتن قول لي يعني هتشارك في كام بطوله السنه دي؟ خطتك ايه؟ دايما بنحب نسال المديرين الفنيين الكلام ده عشان بعد كام شهر برضو بنقعد ونتذكر هذه الايام. الحقيقه طبعا النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي عارف ان فريق الكره الطايره سيدات فريق بطوله، فريق بيشارك في كل البطولات، والمجلس الاداره يعني الحمد لله يعني موفر لنا الامكانيات اللي تساعدنا ان احنا نشارك في كل البطولات، فالطبيعي ان احنا ان شاء الله النهائي السنه دي عندنا اول حاجه البطوله العربيه في شهر ديسمبر هتبقى موجوده هنا في القاهره ان شاء الله، دي اكيد مشاركين فيها واحنا حامل اللقب. عندنا الدوري والكاس بتاعنا بتاع مصر ان شاء الله باذن الله في شهر ابريل هنستعد بقى عشان عوده البطوله اللي احنا فقدناها المره اللي فاتت ونرجع البطوله اللي احنا فزنا بها مرتين قبل كده ان شاء الله باذن الله ونعوض البطوله اللي فاتت اللي حصلت بطوله افريقيا ان شاء الله يا كابتن. وانا اعرف النادي الاهلي مقدم طلب تنظيم هذه البطوله. النادي الاهلي فعلا مقدم طلب تنظيم واحنا لسه ما خدناش الراي الاتحاد الافريقي وان شاء الله في امل كبير ان احتمال كمان ننظم بالنسبه للرجال والسيدات باذن الله في القاهره ان شاء الله. انا عارف ان الطايره بطوله عربيه رجال في تونس تمام، انما سيدات عندنا ان شاء الله في القاهره زي ما حضرتك ان شاء الله باذن الله واحنا حامل لقب وهي بتبقى بطوله افريقيا مصغره بتاعت البطوله العربيه. هي بطوله عربيه طبعا بتبقى عباره عن بطوله افريقيه مصغره، بيبقى اكتر منافسين لك الجزائر وتونس برضو موجودين، هيبقى فاضل اللي هو كينيا والكاميرون وتبقى بطوله افريقيه. ايوه بالظبط، فهي بتبقى بروفا لينا ونشوف قدراتنا ونشوف قوتنا قبل البطوله الافريقيه طبعا. ودي برضو لقطات يا كابتن كان من تتويج الكاس بتهيألي السنه دي الموسم الماضي. لا دي البطوله العربيه، انا اسف، دي البطوله العربيه اللي فاتت صحيح، البطوله العربيه في شهر ديسمبر اللي فات يا كابتن صحيح. الحمد لله ربنا وفقنا فيها وكان شهدت حضور جماهيري كبير، كان في الفاينل مع كان النهائي مجمع البطوله الجزائريه حاجه مشرفه جدا، جمهور الاهلي ملى الصاله وكان ليه عامل الرئيس للفوز. ليها قصه موضوع حضور الجماهير دي لما حضرتك كتبت على الحقيقه طبعا ميديا. احنا في بدايه البطوله كنا بنلعب ما كانش فيه حضور جماهيري كبير، فاللعيبه كانوا فرقه الجزائر فرقه قويه، فكان احنا يعني عارفين ان عامل الجمهور ده مهم لينا وعامل مؤثر بالنسبه لنا، فقلنا لازم يعني عملنا رساله للجمهور. الحقيقه الجمهور ما خذلناش وملى الصاله وتقريبا ده عندك على صفحتك الحقيقه الجماهير النادي الاهلي الحضور. الحقيقه المباراه كانت يعني اسهل مما تخيلنا وفزنا 3-0، كنا متوقعين طبعا المباراه تبقى اقوى من كده ولكن عامل الجمهور فرق معانا جدا الحقيقه. صحيح، طب يعني افهم من كلامك يا كابتن برضو ان بطوله افريقيا ان شاء الله اذا اقيمت على ملعبنا صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيره، شايف ان الجمهور هيبقى له دور كبير؟ اكيد طبعا، اي بطوله على ارض مصر او ارض النادي الاهلي بالتحديد وجمهور النادي الاهلي بيبقى الجمهور له نسبه كبيره جدا في الفوز، بتبقى يعني بتعادل اكتر 50% تقريبا او اكتر. صحيح. لان انت بتجهز الفريق فنيا وبدنيا وكل حاجه واعداد بدني واعداد مهاري واحتكاك وكل حاجه، بس الجمهور ده بيديك باور بقى، بيخلي الحاجات دي كلها تظهر، بيديك باور عالي جدا في المباريات وبيدي اللعيبه باور، بيخلي كل لعيب يأدي اكتر حاجه عنده. واحنا شفناك كنت لعيب يا كابتن، خد بالك برضه الجمهور كان بيفرق معاك جدا وكنت حامس وبتفاعل معاهم. الحقيقه طبعا الواحد عمره ما ينسى احلى بطولات حياته قدها في صاله النادي الاهلي، ياما فزنا ببطولات افريقيه في صاله النادي الاهلي وعمرها ما تتنسي طبعا. صحيح، وكنت بتتفاعل مع الجمهور جامد اكيد طبعا، بيبقى الاداء بيبقى ليه حاجه ثانيه خالص لما انت بتمتع الجمهور وبتادي اداء عالي فنيا وكده والجمهور بيتفاعل معاك، دي حاجه ملهاش حل. طب برضه يا كابتن انا يعني عاجبني بامانه ان يعني كلامك تفاؤل، كلامك دريان انت بتعمل ايه، لا يعني عندك خطه عندك تخطيط، ده مش غريب عليك يا كابتن. حتى لما كانت معانا مريم متولي اصابه مريم اصابه تراكميه تمام، ما جاتش نتيجه اصابه فجاه او حاجه، وحضرتك يعني فضلت انها تعمل العمليه الوقت ده، كلمني عن الاصابه دي والوقت ده ليه؟ الحقيقه احنا عندنا برضو خبره السنه اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت اتصابت ايه برضو الشامي تقريبا اصابه مشابهه ليها، فاحنا دايما بيبقى نمره واحد هدفنا مصلحه اللعيب،
مش هدف ان انا العبه واستفاد منه واضحي بيه، لا، نمره واحد مصلحه اللعيب، وعارف ان الاصابه هتقعد مده معينه، هستفيد باللاعب ده امتى. ايه الشامي حصل لها نفس الاصابه تقريبا او اصابه مشابهه، اديناها العلاج بتاعها واستنينا عليها في الادوار الاولانيه في الموسم، بعد كده رجعت اخذت احسن لعيبه في افريقيا. ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله مريم متولي باذن الله مخطط لها ان هي تبتدي معانا كمان تقريبا شهر شهر ونص التدريبات الاساسيه بقى بتاعه الفولي، وباذن الله باذن الله تبقى موجوده معانا على شهر 12 في البطوله العربيه ان شاء الله باذن الله. يعني حتى برضو وقت توقيت العمليات، يعني حضرتك بتقول لي ان انت برضو من الخبره قبل كده واضح جدا ان انت برضو متابع حاله يعني الصحيه للاعبات كلها، وعارف دي تلعب امتى وعارف دي تعمل. أكيد يعني طبعاً. عجبني جدا الموضوع ده. اكيد يعني طبعا احنا مرينا بالخبرات دي كلها ومرينا بالاصابات دي كلها، فمن الخبرات السابقه وطبعا الجهاز بالاتفاق مع الجهاز الطبي، عندنا جهاز طبي كويس جدا، عندنا دكتوره ايمان وعندنا كابتن سيد العلاج الطبيعي متابعين الحالات دي كلها، وبيدونا باستمرار تقارير عن الحاله البدنيه للاعيبه وحاله الاصابه وامتى تبتدي ترجع، وحتى لما بترجع ما بترجعش ما بدهاش فول باور، ما ينفعش نديها فول باور، لا، عمليه اعداد بدني برضو بسيطه ليها وعمليه مهاريه بسيطه لحد ما يعني ستيب باي ستيب تبتدي ترجع تدخل الفورمه بتاعتها. طب كابتن حمدي عملت ايه في اللعيبه المحترفه؟ اللعيبه المحترفه احنا وقع اختيارنا كجهاز فني على لعيبه من اوكرانيا اسمها كاترين، لعبه في منتخب اوكرانيا، احنا تابعناها لمده شهر السيديهات بتاعتها والماتشات بتاعتها، الحقيقه من اكتر من 20 30 لعبه اتفرجنا عليهم، هي اكتر واحده يعني تقريبا عجبتنا، هتبقى موجوده ان شاء الله باذن الله خلال اول اكتوبر للتوقيع. يعني هي لسه ما وقعتش ولا وقعت؟ لا، هي وقعت على عقد مبدئي، هتبقى موجوده في اول اكتوبر، هتقعد معانا اسبوع الكشف الطبي والمعايشه والكلام ده، بعد كده ان شاء الله باذن الله نعمل العقد. طب لما عرضتوا عليها انها تلعب مع النادي الاهلي المصري الاسم كان وصل لها؟ برضو بحب اقول الحاجات دي ليه، عشان بص هيثم مفيش لعيب اجنبي بيوقع كده وخلاص. صحيح. بيسال، بيدخل على النت يسال مين النادي دوت وتاريخه ايه وبطولاته ايه وشعبيته ايه. طبعا لما بتكلم باجي اتكلم عن النادي الاهلي غير اي نادي تاني طبعا، انا صحيح بمثل النادي الاهلي، فبتكلم طبعا النادي الاهلي الاكثر شعبيه، بطل افريقيا في جميع الالعاب معظم الالعاب، في الالتزامات الماليه يعني يعني الالتزامات بتاعتنا، مفيش شكاوي ضدنا في اي لعبه في الاتحادات الدوليه الثانيه، كل الحاجات دي بتاثر طبعا في طريقه التفاوض مع اللاعبين الاجانب. فاللعبة طبعا اي لعبه بتفاوض معاها بتسال على تاريخ الاهلي وشعبيته، بتدخل على النت وتشوف اللعيبه اللي قبل كده جات وبتسال، فطبعا الحمد لله سمعتنا جيده جدا طبعًا على مستوى العالم في جميع اللعبات الحمد لله. طب يا كابتن تعاقدت بحد جديد، حد كنت عايز ينضم للفرقه وفشلت التفاوضات؟ يعني برضو قول لنا الكواليس دي. بص يا اسامه، انا لما باجي افكر في التعاقد مع اي لعيبه لازم اتعاقد مع لعيبه مش موجوده عندي في قطاع الناشئات. برافو. يعني انا ببص في قطاع الناشئات محتاج مركز معين، ما لقيتهوش او ما لقيتش حد على المستوى اللي يرضيني كنادي اهلي وكبطل افريقيا وبطل عرب. برافو. فبتدي ابص بره، ولو بصيت بره لازم اجيب حاجه يعني حاجه مميزه جدا، لعيبه على مستوى عالي تبقى اضافه لينا، ايا الشامي اضافه قويه، فريده العسقلاني اسامي لا غبار عليها. فطبعا انا السنه دي فضلت ان انا ابص شويه في قطاع الناشئات، عندي كذا لعيبه ان شاء الله باذن الله هيبقوا اضافه لينا، في هياخدوا خبرات من زمايلهم النجوم بتوع الفريق، يعني هنسمع اساميهم المواسم القادمه باذن الله هيبقى لهم شان. احنا واثقين طبعا ان حضرتك بالاضافه طبعا للنجوم، يعني انا عندي النجوم ناشئات، عندي صحيح. عندي مريم متولي لسه ناشئه، لسه في تحت 18 سنه. صحيح. نور ياسين تحت 18 سنه، عم طلع لنا اسماء كتيره ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى ليهم. يعني عجبني جدا الاستراتيجيه اللي حضرتك قلتها، انا لا يعني مش هجيب حد، انا عندي ناشئات ماليين النادي وعندي مراكز كتير من حقهم علينا انه ياخدوا مكانهم. اكيد طبعا طالما عندي في المركز دوت ناشئات كويسه، لا ادعم بالناشئات وبعد كده ابص، لو ما عنديش ابتدي ابص بره. طب كابتن امتى هنشوف احتراف صريح للكره الطائره سيدات في مصر، احتراف صريح زي الولاد امتى؟ لازم البدايه، احنا لما ابتدينا في البدايه قبل كده في الولاد الاحتراف كان في زمان عصام معوض طلع احترف، بعديه حمدي الصافي، بعديه عبد الله عبد السلام واحمد صلاح وهلم جر، ابتدى لحد الناشئين بتوعنا بتوع 23 و16 سنه وال19 سنه ابتدى يجي لهم وابتدى العين تبقى عليهم، فهي البدايه لازم يعني الاسطوره بتاعت مصر تهاني توسن للاسف ما حصلهاش نصيب واحترفت في دوله اوروبيه،
فلو كان حصل ده كانت هتفتح الباب لبقيه اللاعبات فهي البدايه بس لاعيبه واحده تطلع تحترف بره في دوله اوروبيه معينه، هيبتدي العين تيجي على الدوري المصري على اللاعبات المصريات تفتح الطريق لباقي اللعيبه. بس اسالك سؤال صريح يا كابتن، احنا عندنا في مصر مين شايف فيه الامكانيات اللي يقدر يحترف؟ يعني من غير مجامله اكيد، يعني انت شايف مش لازم يكون في النادي الاهلي حد. لا انا هتكلم على الـ على الـ على اللاعبات اللي عندي اكتر من لعيبه ممكن تحترف بره، امكانياتهم تاهلهم للاحتراف بره. يعني ولو جالها عقد ممكن تسيبها كابتن؟ طبعا لو جالها عقد عقد كويس جدا ليها وللنادي بتاعها نسيبها. لا دي حاجه كويسه لمصر ان يبقى عندنا لعيبه محترفه في اوروبا، وفي نفس الوقت تبقى هي هدف ومثل للعيبه الناشئات يقتضوا بيها ويبقى عندنا اكتر من لعيبه بعد كده. صحيح. طب قول يا كابتن برضه انا عايز اتكلم على حته دعم مجلس اداره، يعني يمكن الفتره اللي فاتت بشهاده الجميع يعني حتى اللي جوه النادي الاهلي وخارج النادي الاهلي، يمكن العاب الصالات عصرها الذهبي. تمام. هو ده يعني لما حضرتك بتبقى عندك طلب عندك امور اداريه الحمد لله تطشود، انا عارف الدنيا ماشيه كويس، بتشوف دعم مجلس اداره ازاي؟ بتشوف الجهاز الاداري، بلاش المجلس نفسه، الجهاز الاداري يستجيب سريعا لطلباتك ولا في تاخير شويه؟ بص انا الفتره اللي مسكت فيها ثلاث سنين، اتكلم على الثلاث سنين بتوعي اللي مسكت فيهم، الحمد لله ربنا اكرمنا احرزنا 9 بطولات من 10 ما شاء الله، 2 افريقيا وثلاثة دوري وثلاثة كاس وعربية ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله معظم طلباتنا يعني أكثر من 99% من طلباتنا الحمد لله بتستجاب، سواء لاعبات محترفة سواء معسكرات سواء تدعيم داخلي من لاعبات مصرية. الحمد لله ما كانش فيه أي طلبات إحنا طلبناها واترفضت، لأن المجلس الإدارة عارف إن فريق الطايرة ده فريق بطولة بيديله الاهتمام وبيديله المعسكرات وبيديله التدعيم بتاعه وبيحقق له بطولة. صحيح. ده حصل في الثلاث سنين الحمد لله اللي فاتوا، مجلس الإدارة دعمنا جدا، إدارة النشاط الرياضي دعمتنا جدا، كانت واقفة ورانا حتى لما حصل إخفاق في البطولة كانوا أول ناس واقفين ورانا هم. صحيح. قالوا لنا أنتوا فرق البطولة أقفوا وارجعوا وهترجعوا وإن شاء الله البطولة الجاية بتاعتكم، وده اللي حصل. إحنا مش كده بس، النادي طلب كمان تنظيمها وطلب تنظيمها، ودي كانت ثقة كبيرة جدا فينا، حسست البنات إن هم لازم يرجعوا البطولة الأفريقية للنادي الأهلي. كابتن حمدي حتى أكيد كل الأسامي اللي موجودة في النادي الأهلي ليها احترامها ونجوم كبار، بس وجود حضرتك كمان مع فريق السيدات ده اكبر دعم حقيقه، يعني وجود كابتن حمدي صافي باسمه وخبراته وتراكم خبراته مع فريق السيدات. تمام. اكيد ده بيمثل من مجلس اداره اشاره برضو ان كابتن حمدي الصافي احنا مصدقين وعارفين القضيه وبندعمكم بكوتش قوي زيك. الحقيقه طبعا النادي ومجلس ادارته اشكر جدا، لان فعلا هتكلم على رياضه السيدات بالذات في الفتره الاخيره حصل فيها طفره كبيره جدا في مصر، سواء على مستوى المنتخبات او مستوى حتى الانديه، حتى اليد والباسكت دلوقتي شغال برضو. لا اليد عشان كنا بعيد قوي، اليد كنا بعيد، والباسكت البنات شغالين برضو في بناء فريق جديد وقوي هيشتغل في البطولات العربيه ان شاء الله والافريقيه بعد كده. فالنادي طبعا يعني انا حاسس ان الفتره اللي فاتت كان في اهتمام قوي بحته رياضه السيدات بالذات في النادي الاهلي، ولما النادي الاهلي ابتدى يهتم ووقف ابتدينا شفنا المنتخبات ابتدت تعلى. صحيح. في الفتره اللي فاتت برضو يعني طبعا حضرتك يعني طبعا زوجتك كابتن رحاب الغنام طبعا خاضت انتخابات اتحاد السله السابقه وفازت. تمام. على مقعد العضويه، ويمكن هي بنت النادي الاهلي طبعا واسطوره كبيره من اساطير كره السله. تمام. ده اكبر دليل ان رياضه السيدات في النادي الاهلي برضو زي ما حضرتك بتقول انها دخلت مكانها الطبيعي. اكيد طبعا احنا عندنا فريق الباسكت في النادي تاريخ، فريق الباسكت سيدات في النادي الاهلي تاريخ، فريق الطايره سيدات تاريخ، الهاندبول ابتدى يبني قاعده كبيره جدا من ناشئات الفتره ديت، ابتدى في منتخبات ال 16 وال 18 في نتائج عاليه جدا. انا سالت على ناس كثيره منهم من ابناء النادي الاهلي، لا في قاعده فرق سيدات جايه هتحقق انجازات. انا اعتقد ان شفنا منتخب مصر ال 23 نجومه، معظم نجومه يعني بالاضافه للانديه الاخرى معظم نجومه هو النادي الاهلي. صحيح. فحققوا برضه نتائج كبيره، اول مره يفوزوا في مباراه في كاس العالم كان في السنه دي، اتحققت السنه دي. وماتش الارجنتين بتهيألي ماتش الارجنتين كان دخلنا في حته ثانيه خالص، ماتش الصين 4-2 ماتش الارجنتين، يعني الفرق دي فرق عالميه ما كناش بنوصل معاها للمستوى ده. صحيح. متهيألي برضه يا كابتن يعني النادي الاهلي ليه باع كبير جدا في القصه دي، واكيد هو لما بيقف النادي الاهلي على رجله في امور كتير مصر كلها في منتخبات بتقف. دي معروفه النادي الاهلي اساسا يعني اساس منتخبات مصر،
طبعا بالاضافه للانديه الاخرى ما نقدرش ننكر كل الاحترام للانديه الاخرى، بس النادي الاهلي لما بيبقى واقف في لعبه على رجله بتقدر تشارك بمنتخبات مصر بقوه في اي بطوله وانت واثق او ضامن ان انت هتكسب بنسبه كبيره. طب قول لي يا كابتن، انت في الدوري المحلي اكبر منافس ليك السنه دي من رؤيتك ايه؟ هو اعتقد الشمس المنافس التقليدي بتاعي. في الزمالك داخل بقوه، عمل صفقات وعمل جهاز جديد وبيستعد كويس داخل السنه دي بقوه. هو الدجله اللي وقع مننا السنه دي، هليوبوليس راجع تاني يعني اعتقد الثلاث فرق دول يعني ثلاث اربع فرق هيكونوا. طب قول لي يا كابتن برضو، يعني طموحاتك محليا اكيد ان شاء الله احنا طبعا يعني افضل فرقه محليا، ازاي بتعالج الموضوع ده؟ ازاي غياب المنافسه الشديده زي الدوريات الثانيه بتتغلب عليها مع لعيبتك ازاي؟ بتقول لهم ايه؟ ازاي بتخليهم يوصلوا لمرحله ان هو ينافس نفسه؟ لازم في التدريب، لازم حل ان انا التدريب بتاعي لازم يبقى اشد من الماتش. يعني انا الاحمال بتاعتي وتدريباتي في خلال الموسم في الدوري وفي الكاس والكلام ده بعلي جدا الاحمال ديت، بحيث ان انا لازم اعلي المستوى والمنافسه بينهم في خلال التدريب بوصلها لمرحله بيبقى في حوافز وفي حاجات كده عشان منافسات بينهم دايما، لان هم كفرقه مستواهم عالي بعيد مثلا عن فرق ثانيه. فلما بعلي المنافسه بينهم مستوى بيعلى، لازم يحافظوا على المستوى اللي هم فيه ده، لان هم لو بصوا لمستوى المنافسه اللي هم فيها المحل اللي هيقعوا مش هيقدروا ينافسوا في افريقيا ولا العرب. طب كابتن خليني اخدك في حته كده بعيده شويه برضو، بحكم خبرتك والرياضيه الكبيره في كره الطائره ولعبت ماتشات حيويه كتير، رايك في ماتش الترجي بكره ايه؟ والله انا متفائل زي كل الاهلاويه. شكل الجمهور اللي كان موجود في اخر التدريب يحرك الصخر. صحيح. انا حاسس ان الكلام ده اتنقل للعيبه، عندنا خبرات كبيره جدا اتعاملت مع المواقف دي قبل كده. اعتقد ان روح الفانيلا الحمراء وروح النادي الاهلي هتظهر في المواقف اللي زي ديت، وهي كانت الفيصل في البطولات اللي جت قبل كده، وان شاء الله تبقى الفيصل في البطولات. وجهه نظرك كده يعني ماتش بكره برضو خلي بالك مهم جدا ناخد اراء كل الفئات اللي في جوه النادي الاهلي، رايك ماتش بكره يمشي ازاي؟ يعني انت شايف لمصلحتنا نجيب جون بدري، لا لمصلحتنا الهدف يتاخر، لا لمصلحتنا ندافع، يعني انت السيناريوهات اللي تفضلها ايه؟ بص انا هتكلم من وجهه نظر كوتشنج، يعني يعني اكيد الكابتن حسام البدري مجهز كذا سيناريو للقاء. انت داخل اللقاء المتوقع ان انت يعني هيبقى في تقفيل في الاول من ناحيتين، بس السيناريو اللقاء ما حدش يعرفه غير ربنا. انت ممكن في اول اللقاء انت تجيب جون، هيبقى الكابتن حسام بدري مجهز سيناريو للكلام ده، ممكن يدخل فيه الجون هيبقى برضه الكابتن حسام مجهز سيناريو تاني. فهي اول ربع ساعه هتحكم سيناريو المباراه هتبقى ماشيه ازاي. الكابتن حسام بدري مدرب كبير ومحقق انجازات كبيره وقد المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله يقدر يحقق لنا المكسب. طب انت شايف برضه، انا قلت يمكن في اول الفقره بتاعتنا حته انكار الذات اللاعبين، التلاحم خارج وداخل الملعب، شايف دي بيبقى ليها تاثير كبير ولا لا يا كابتن؟ طبعا ده دور اللعيبه الكبيره، كمان اللعيبه الكبيره بتوع النادي الاهلي هم بتوع الماتشات دي احنا يعني محترم بيقف ورا فرقته وقت الشده مش وقت الفرح بس، ما عندناش حته ان احنا مع الفرح معاك، لا في الشده بنبقى جمهورنا بيقف اكتر من الفرح كمان. صحيح. طيب ده ما يبقاش مؤشر ان احنا ممكن الجماهير ترجع؟ يعني هو عندنا امثله حيه، جماهير على الاقل الجماهير ترجع في ارض الفرقه المضيفه، يعني مثلا لو المباراه على ملعب النادي الاهلي يبقى جمهور النادي الاهلي، المباراه على ملعب نادي الاتحاد يبقى جمهور نادي الاتحاد، على الاقل نبتدي كده. يعني رايك تبتدي كده ولا يسمحوا للجماهير كلها تخش؟ يعني لازم يبقى في حل للموضوع ده. لا لازم نبتدي خطوه، هي الموضوع عاوز خطوه وخطوه ورا خطوه. نبتدي خطوه الجمهور اللي هو صاحب الملعب يبقى موجود، نبتدي نشوف الدنيا هتمشي ازاي، بعد كده نبتدي باعداد معينه وبعد كده ترجع الحياه طبيعيه. وبتهيألي يا كابتن يعني برضو امنيا البلد دلوقتي يعني في وضع تسمح بعوده الجماهير، يعني دلوقتي البلد الحمد لله استعادت عافيتها بشكل كبير. الحمد لله احنا عايشين في امان دلوقتي، مفيش مشاكل خالص. تقريبا حياتنا رجعت طبيعيه زي الاول، فان شاء الله باذن الله فاضل حته الرياضه والجمهور والكلام ده باذن الله ترجع. حتى ان البلد يعني اقتصاديا اكيد طبعا اكيد طبعا حاجه البلد قادره تدير طبعا. انت لما بتنظم دوري بجمهور دوت او رياضه بجمهور دي بتفرق معاك على حتى شكلك قدام الدول الثانيه باقتصادك، بتفرق كبير معاك. صحيح. طب كابتن انا برضو عايز ارجع لبطوله افريقيا اللي احنا لم نوفق فيها السنه اللي فاتت، يمكن يقول لك دايما الفرقه البطل ما بتتذكرش هي كسبت ايه، ولكن تتذكر
المباريات اللي خسرت فيها. يمكن المباراه قبل النهائي كانت مع نادي الشمس، تمام، كنا بنغطيه من الاستوديو هنا ومتابعين حضراتكم، يمكن حصل اوبدي كبير جدا للاعيبات قصدي. شايف السبب الرئيسي للهزيمه ايه بعد فتره بقى مرور الماتش والبطوله؟ اكيد انت حللت الموضوع. اكيد طبعا، اكيد طبعا. نمره واحد ثقه زي ده، كتر المكسب، مكسب ورا مكسب ورا مكسب، بيعمل حاله تشبع شويه عند اللاعبات، بيبقى في ثقه زايده، كل ده بيؤدي للاخر ان انت ممكن يجي لك يوم اوف داي زي ما حصل في يعني الماتش ده. يعني انت لو حللته 100 مره مش هتكرر السيناريو ده، بالرغم ان احنا كنا كسبانه قبل ما نسافر، كسبانهم كتير 3-0 3-0 في وقت قليل، من الرغم ان فريق الشمس ده فريق كويس جدا على فكره، ومعاهم مدير فني قدير، ومعاهم مدير فني كابتن نور قدير. مش معناه ان انا بكسب 3-0 ان هو فريق وحش، لا ده فريق كويس جدا، بس احنا كنا بمستوى عالي جدا قبل البطوله ديت، في شويه ثقه للاعبات يعني، حصل ثقه، حصل تشبع شويه عند البعض، يعني ظروف كلها تجمعت للاسف في الوقت ده. ما تحصل مره ممكن تبقى كله، هو جه حظنا في حاجه، حظنا في اليوم دوت، بالرغم ان احنا شفنا المباراه النهائيه بعد كده واللعيبه شافت كانوا في اشد الندم، لان هم عارفين امكانياتهم وتدريبهم وتجهيزهم، هم كنت حاسس ده في عيونهم ان هم فرطوا في حق من حقوقهم، ان البطوله كانوا هم الاقدر بيها وان هم كانوا يستحقوا ان هم يحققوها للسنه الثالثه على التوالي، ولكن هم فرطوا بالثقه الزايده بتاعتهم. درس طبعا، وانا حاسس ده موجود عندهم، وحاسس ان هم عاوزين البطوله اللي هي اللي جايه دي تيجي بسرعه عشان ينسوا البطوله ديت ويعوضوا ده البطل. طب كابتن خلينا اروح لحته ثانيه، يوسف حمدي الصفي يعني طبعا ابن الوز عوام، يعني يوسف شفناه في كاس العالم اللي فات ادى اداء كبير جدا وحصل على يعني جايزه كبيره من الاتحاد الدولي. يوسف مامته باسكت، بابا طايره، ايه اللي خلى يوسف يروح ناحيه الطايره، ولا انت مسيطر جامد؟ لا والله بص، يوسف برضو كان محظوظ ان هو لحقني وانا بلعب، يعني كان يعني في فتره كنت انا بستلم كاس احسن لاعب في بطوله الانديه الافريقيه في النادي الاهلي هنا، وكان موجود معايا في الملعب بيستلم الجايزه ومتصورين مع بعض فهو كان واعي شويه وشاف الحاجات دي، فالحاجات دي وشافني وانا بلعب وشاف ادائي وكان بيتفرج على ماتشاتي، فطبعا طبيعي ان هو هيميل شويه للطايره، فهو كان بيحب الطايره. وبعدين طلع يعني كل الناس بتقول هو نسخه مني، يعني صحيح فعلا، يعني كل الناس بتقول في الشكل وفي اللعب وفي اتمنى باذن الله هو، لو في صوره يعني نجهزها برضو ليوسف هيلاقوا كوبي بيست، بس يعني خد الطايره يعني بيلعب في نفس مركزك، بيلعب في نفس مركزي. وبعدين يوسف اخذ مني حاجه ثانيه خالص، انه بيحب التدريب قوي، بيحب الكره الطايره قوي وبيحب التدريب جدا، فهي دي برضو فرقت معايا، علت فكره، خليته يعني مش في نوع من اللعيبه بيحب الرياضه وكده، بس ايه ما يبقاش مقبل على التدريب قوي، يعني يزوغ من التدريب يريح، عارف الحاجات اللعيبه الصغيره، انا عارف، لا هو ما شاء الله عليه بيحب التمرين وبيحب الفولي، فديت مدياله بوش جامد. خد بالك هو في الملعب زيك برضو، يعني ما بيهزرش، انت كنت بتضحك في الملعب؟ لا انا ما كنتش اعرف اضحك، انا في الـ في الـ في الـ في المعسكر وفي الاوتيل حاجه تانية خالص، غير الملعب ما بعرفش اشويه. ما انا عارف هو جو طالع زيك، خد بالك احنا تابعناه حتى والله كان معانا، يعني مش فاكر كان ضيف من الكره الطائره برضو، كنا بنتكلم عن المنتخب فبقول لهم طبعا ابن الوز عمال لا انت انسى، ما تحطش يوسف حمدي الصافي، هو يوسف طالع حاجه زي باباه بالظبط، يعني هتشوف نفس القوه ونفس الرجوله، يعني مش موضوع ان باباه حمدي الصافي فالموضوع حاطط عليه الضوء، لا هو لوحده نجم ما شاء الله. والله يا ربنا يوفقه. تتمنى له ايه طيب يا كابتن؟ تتمنى له الاحتراف ولا تتمنى له ايه؟ يعني ايه اللي انت كان نفسك تحققه ما حققتوش تتمنى يوسف يحققه؟ بص انا نمره واحد اتمنى ان هو يحقق بطولات للنادي بتاعه اللي اتربى فيه، نمره واحد. تاني حاجة تتاح له الفرصة انه يحترف في اقوى الدوريات بره، لان انا جات لي الفرصة في اوروبا متأخر شوية. فانا اتمنى ان يوسف تجي له بدري شوية، يعني لان انا لو جات لي الفرصة بدري شوية كان الوضع اختلف معايا كليا. يوسف كم سنة دلوقتي؟ يوسف دلوقتي تحت 17. لسه صغير ما شاء الله. يعني هيكمل 17. فهو لسه قدامه، يعني الدوريات في اوروبا انت بتتمنى طبعا انه يحقق؟ طبعا اتمنى، بس طبعا بعد ما يدي النادي بتاعه، اكيد ده مفروض يحقق مع النادي بتاعه بطولات، بس يلحق نفسه يطلع بدري شويه، لان بره كل الموضوع ما كان بدري شويه بتفرق مع اللعيبه. صحيح. طب قول لي برضو، يعني هو ما بيفكرش يطلع جامعه؟ ما بيفكرش يطلع جامعه في امريكا؟ بص هو مشكله الجامعات في امريكا مش زي الباسكت، في الفولي الموضوع مش زي الباسكت، او الباسكت كويس، في السباحه ممكن تحقق مستوى عالي، في الباسكت، في الطايره الموضوع دراسه اكتر منه رياضه.
تمام. طب يعني اكيد يعني يوسف برضو حته ما بتكلمه في الكوتشنج مش بس التدريب، يعني هو شايفك وانت لعيب وشايفك دلوقتي وانت كوتش، اكيد بيتكلم معاه في خطط اللعب، اكيد بيتكلم معاه في الحاجات دي، الحاجات دي شايفها بتعلي فكره وبتخليه شايف الصوره كويسه كمدرب وكلاعب، ولا شايف دي ازاي؟ اه طبعا اكيد بتفرق معاه لما يجي، هو حتى هو يعني هو شخصيته يوسف ما شاء الله عليه يعني شخصيه متفتح، فلما بيجي يتكلم معايا هو بيجي يسالني ويجي ياخد رايي وهو لوحده كده من غير انا مثلا، معظم الابهات بقى انت عارف وخلي بالك مش عارف ايه واعمل ايه، لا يوسف لوحده تلاقيه هو جاي يا بابا حصل كذا واعمل ايه واسوي ايه وايه رايك لو الوضع كذا وحصل كذا. يعني اه، فهو ما شاء الله عليه يعني ملتزم وبيحب الكره الطايره، وان شاء الله باذن الله يعني يوفقه ويوفق اللعيبه بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي كلهم ولعيبه مصر باذن الله. نروز عوام من ام والاب ربنا يوفقه ان شاء الله. كابتن حمدي لقائنا مر سريعا، بس قبل ما نختم مع حضرتك عايز رساله طبعا كل اللي هيجي معايا النهارده في الاستوديو ان شاء الله او انا اتشرف بوجودهم، هيبقوا عايزينهم يوجهوا رساله لفريق الكره الان في الترجي، توجه لهم رساله تقول لهم ايه يا كابتن؟ اقول لهم روحوا النادي الاهلي وروحوا الفانيلا الحمراء هي هتكون الفيصل بكره باذن الله. ان شاء الله كابتن حمدي نورتنا وشرفتنا، اسطوره طبعا كره طائره في النادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا اثريت الحلقه بوجودك، شكرا جزيلا كابتن وجود لك في الفتره اللي جايه. شكرا كابتن هيثم، انا سعيد ان انا موجود معاكم في قناتنا قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اعزائي المشاهدين يعني لقائنا مع كابتن حمدي الصافي مره سريعه، ان شاء الله في فقرات ثانيه هنستقبل بطلنا كابتن كريم عبد الجواد بطل العالم في الاسكواش، لعبه احنا برازيلي العالم في هذه اللعبه، فاحنا جايبين لكم بطل العالم عشان نعرف ازاي وصل للمرحله دي، كمان عندنا تقرير استعدادات الفريق الاول لكره كره السله سيدات بنادي الاهلي، هنشوف التقرير ونرجع نستقبل ضيفنا كابتن كريم عبد الجواد بطل العالم في الاسكواش، ما تروحوش بعيد. احنا عملنا معسكر ثلاث ايام لعبنا فيه مباراتين مع سموحه، النادي الاولمبي احتضر فلعبنا المباراتين، الحمد لله كان المكاسب مكاسب كبيره جدا، كنا 17 بنت باستثناء ساره مغربي كانت بتكمل العلاج وعندها جلسات، 17 بنت لعبوا في المباراتين، دي حاجه بالنسبه لي كويسه، الناس كلها شاركت، اطمنت على كل البنات. الحاجه الثانيه كان معايا اربعه تحت 18 سنه لعبوا بشكل كويس وظهروا بمستوى يعني صراحه مؤثر وباين، والله بالنسبه للبطوله العربيه انا شايف دي هتبقى دي اعداد كويس جدا جدا للبنات، البنات محتاجه ماتشات دوليه ومحتاجه مباريات واحتكاك كتير عشان سنهم صغير، فانا شايف ان دي ان شاء الله لو كان عندنا فرصه والنادي وافق ان احنا نسافر هتكون اعداد كويس جدا للبنات ناخد خبرات واحتكاك، وان شاء الله برضو في منافسه على البطوله بقوه ان شاء الله لو في نصيب ان احنا نشارك. يعني البنات مركزين ومنتظمين جدا، عملنا فتره اعداد كويسه جدا وادوا المباريات بشكل كويس، انا بطلب منهم مزيد من التركيز والاصرار والالتزام اكتر واكتر، لان خلاص احنا هنلعب يوم 29 اول بطوله بطوله منطقه القاهره، فدي هتبقى بدايه ان شاء الله اعداد برضو ان شاء الله دوري المرتبط، فاتمنى ان شاء الله ان يبقى في اصرار على المكسب ويبقى عندنا شخصيه البطل اللي احنا بنتكلم عليها من السنه اللي فاتت، ان شاء الله السنه دي يحصدوا كل البطولات ان شاء الله، ده هدفنا جهاز ولاعبات باذن الله. الحمد لله البنات كويسه جدا، ما في اصاباتنا قليله قوي، وده نتيجه ان احنا دايما بنقول الاسترتشات مهمه جدا قبل وبعد التمرين، وبعد التمرين اهم من قبل التمرين عشان ده بنقلل الاصابات بيه، لازم نقول لهم ياكلوا كويس جدا والاكل يكون هيلثي، لازم حاجات يشربوا سوائل كتير، يشربوا حاجات فيها فيتامين سي كتير، الحاجات دي مهمه جدا جدا عشان نمنع مزق العضلات، لان هم بيعملوا مجهود عالي قوي، وكابتن ايهاب بيمرن بطريقه يعني فيها شده جامده جدا عشان يحمل عليهم جامد. مفيش الحمد لله اصابات قليله قوي، مفيش غير ساره مغربي بس عندها انزلاق غضروفي في الفقرات القطنيه، والحمد لله بدا تاهيل بقى لها شهر ونص وخلاص، هي الحمد لله بقت كويسه، مفيش ان شاء الله هي هتنزل على السبت الجاي باذن الله.
عملنا لها برنامج تأهيلي في الجيم وبتنزل تعمل تمارين في حمام السباحة وإن شاء الله هتنزل يوم السبت. طبعا كابتن إيهاب عمل معنا فترة إعداد كويسة قوي لحد دلوقتي، وطبعا احنا عملنا ماتشات وديه علشان نبدا نصلح في الاخطاء بدري بدري، لان خلاص احنا الماتشات هتبدا 30/9، فاحنا عملنا ماتشات وديه كتير وكده عشان نعرف المشاكل بتاعتنا فين عشان نلحق نعالجها قبل الدوري والمنطقه وكده، والحمد لله ماشيين كويس يعني. بقول لهم طبعا يعني شدوا حيلهم عشان كابتن ايهاب فعلا مديهم فرصه كبيره قوي، وفعلا فرصه ما بتجيش كتير، فان شاء الله ربنا يكرمهم ويبقوا معانا على طول يعني باذن الله. 3 بطولات ان شاء الله السيزون ده، ويعني لو ربنا كرمنا وطلعنا البطوله العربيه نعمل فيه حاجه كويسه يعني ان شاء الله. بنتمرن كل يوم، بنتمرن 3 ساعات وممكن نتمرن صبح وبالليل، بندخل يوم جيم ويوم تراك، وبنتمرن في الرمله، يعني بنعمل فتره قرايه كويسه عشان نقدر نكمل السيزون ده من غير اصابات، ونفضل واقفين على رجلينا ونبقى فيتنس بتاعنا كويس من اول السيزون للاخر، نقدر نكمل بقيه الماتشات ما نتعبش، ولو ما عندنا ماتشات كتيره ورا بعض وكده. الثلاثيه نكسب ان شاء الله 3 بطولات، واحتمال لو دخلنا بطوله عربيه فبرضه نكسبها ونبقى واخدين. السنه اللي فاتت ان شاء الحمد لله خدنا 2 من 3، السنه دي ان شاء الله ناخد 3 من 3. استفدنا كتير قوي ان احنا بنشوف اخطائنا ايه وايه اللي المفروض نعمله او كده، بالذات من اخر ماتشين لعبنا سموحه في اسكندريه، وده يعتبر يعني اهم ماتشين وديين هنلعبهم قبل الموسم. سموحه فرقه قويه السنه دي، وهي دي اللي يعتبر بننافسها، فكان حاجه كويسه ان احنا هنبدا معاهم يعني ماتشات وديه. يا رب ان شاء الله نحقق السنه دي بقى الثلاثيه ان شاء الله. خلتنا ناخد خطوه قدام عشان نبدا الموسم، بنتعود على بعض، في ناس جديده صغيرين طالعين معانا اول سنه يلعبوا معانا، فالماتشات الوديه بتخلينا ناخد على بعض اكتر، نبقى عارفين مين بيلعب ازاي وافكار بعض يعني. بنتمنى يعني الثلاثيه ان شاء الله، ولو رحنا البطوله العربيه لا ناويين نركز فيها نجيب مركز يعني، احنا اول سنه نروحها بس ان شاء الله نجيب مركز فيها. بيبقى في تمرينات من بري سيزون، بس احنا كنا في منتخب، احنا هم الفرقه بدات من شهر 7 تمرينات وماتشات وديه بدني وتراك وجيم وكل حاجه، وان شاء الله ان شاء الله احنا بطوله المنطقه خلاص اول شهر 10 ان شاء الله احنا مستعدين ليها يعني. احنا بنلعب وبعد اللعب بنتفرج على الفيلم يعني، بنتفرج على الماتش تاني والكابتن بيقطعه لنا وبنشوف ايه اخطائنا، وبنحاول في الماتشات اللي بعد كده ما نعملش نفس الاخطاء. هنبدا من يوم الجمعه بطوله نادي طنطا، دي تاني بطوله في الموسم ان شاء الله، فاملنا كبير ان احنا نحقق فيها نتائج طيبه باذن الله. ده طبعا بخلاف ان احنا بدانا دلوقتي الموسم الدوري، بدانا اول مباراه مع نادي اليوبلس والحمد لله كسبنا نادي اليوبلس ناشئين وناشئات، ولعبنا 5 مباريات في دوري الرجال كسبناهم كلهم الحمد لله. ويمكن فريق الرجال السنه دي يمكن نشكر رئيس مجلس اداره النادي على ان هم دعمهم المستمر لعبه السكواش، وتعاقدنا مع بطل العالم كريم عبد الجواد ان هو ينضم للنادي الاهلي، ودي كانت مفاجاه كبيره لكل الانديه ان يكون اللاعب رقم 1 في مصر عندنا هنا. الحمد لله والله عملنا فتره اعداد هائله جدا مع كابتن ناصر، جايب لنا احسن جهاز فني والله، شغال معانا شغل كويس جدا من اول السنه. بدايه المعسكر بيبتدي من 1/6، طلعنا في اول شرم الشيخ عملنا معسكر كويس جدا، كان مدربين فتنس ولياقه بدنيه، كان الدكتور بتاعنا كان كل حاجه الصراحه معانا، والفيزيو كان برنامج هايل، ورجعنا ان شاء الله بنستعد. اول حاجه كانت بطوله منطقه القاهره والحمد لله عملنا مجهود كويس، وبعدين ان شاء الله عندنا بطوله بره في رانسا في شهر 11، فلسه كان كابتن ناصر قاعد معايا بيتكلم معايا على الجهاز على التحميل الفني بتاعي، وقلنا ازاي هنشتغل الفتره اللي جايه لحد البطوله، والحمد لله الدنيا يعني الحمد لله لحد كبير ماشي كويس جدا الحمد لله. والله نفسي السنه دي ان شاء الله اول حاجه نكسب الدوري انا وكابتن كريم عبد الجواد بطل عالم، لسه اضافه جديده لينا للنادي الاهلي،
يعني يا رب ان شاء الله نستغل الموضوع ده ونقدر نكسب الدوري السنه دي ان شاء الله. وتاني حاجه على المستوى الفردي ان شاء الله يعني هحاول الى حد كبير ان انا انافس كابتن كريم سامي بقى السنه دي ان شاء الله باذن الله. احنا بادئين بقى لنا حوالي شهرين ونص يعني بنستعد للسيزون الجديد ده. بنتمرن مرتين في اليوم كسكواش ومره فتنس في اليوم. الحمد لله طبعا لعبتنا الحمد لله في معدلات لياقه بدنيه على طول في تزايد. الولاد مركزين كويس قوي في تمرين سكواش كويس قوي. في التزام من اللعيبه ومن جهاز فني جهاز اداري جهاز طبي كل المنظومه كامله الحمد لله بتساعد بعض عشان نوصل لحاجه كويسه ونوصل لتارجت كويس السنه دي ان شاء الله. يمكن احنا عملنا دوري ثالث دوري السنه اللي فاتت ان شاء الله ممكن السنه دي بنحاول ان احنا ننافس ان احنا ناخد الدوري السنه دي ان شاء الله ربنا يوفقنا. احنا بدانا الموسم ده من شهر 7. اول حاجه بنبدا فيها في الاستعداد اللي احنا بنركز على الناحيه البدنيه اكتر. عملنا معسكر مع كابتن ناصر زهران في شرم الشيخ. كان معسكر ناجح جدا. احنا بنركز الفتره دي اول 3 شهور دايما اللي هو معسكر الاعداد بتاعنا على الفتره الناحيه البدنيه اكتر من ناحيه السكواش وكده. فالحمد لله ركزنا فيها جدا والولاد عملوا شغل كويس قوي وكانوا بصراحه كويسين جدا. بعد ما خلصنا فتره الاعداد اللي هي الناحيه البدنيه دخلنا بقى ناحيه السكواش وكده بدانا تمرين سكواش. كابتن ناصر طبعا السنه دي معانا لعيبه متميزه جدا. في منهم ولاد ان شاء الله هيلعبوا بطوله العالم السنه دي في شهر 12. بنحاول احنا ان شاء الله يعني النادي الاهلي يرجع تاني بقى لاحسن مكان يعني ان شاء الله يعني. الحمد لله احنا لسه بادئين الموسم من اسبوعين. كان عندنا بطوله منطقه القاهره ولسه النهارده هنسافر عندنا بطوله طنطا هتلعب بكره ان شاء الله. فاحنا هنسافر النهارده وان شاء الله يعني عايزين ناخد بطولات كلها يعني ان شاء الله. انا عايز ان شاء الله البطوله الجايه اخد مركز اول فيها عشان انا اطلع ببطوله البريتش اوبن واخد فيها مركز ان شاء الله يعني. بقالي 3 شهور بنتمرن والكابتن ناصر برده بيساعدنا كتير واحنا بنعمل اللي علينا. احنا عندنا بطوله طنطا بكره. يعني ان شاء الله يعني هاخد فيها مركز كويس ان شاء الله. طموحاتي اني ابقى رقم 1 في الدوري وابقى بلعب على طول وابقى اساسي. كابتن ناصر بحط ثقه فيا ويعني اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا انضمنا في الاستوديو بطل العالم في السكواش النجم كريم عبد الجواد. منورنا يا كابتن. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. وطبعا يعني بطل العالم دي كلمه انا عارف قد ايه في السكواش بتبقى صعبه بتاخد مجهود كبير جدا جدا. كلمنا عن البطوله دي، كلمنا عن ظروفها، كلمنا انت كنت داخل البطوله دي في 2016 ازاي وتصنيفك كان ازاي وخرجت منها بطل العالم ازاي. كلمنا. طبعا بطولة العالم دي معناها يعني ده حلم طفوله. يعني انا فاكر من ساعه ما انا كنت ببتدي يعني بضرب الكوره لسه بحاول اجيب الكوره في المضرب وده كان حلمي. يعني كنت حلم بحلم ان انا بوصل رقم 1 اوصل ان انا اكسب بطولة عالم. وهي الحلمه ما بيشبعش يعني تكسبها مره بتحس انك لا انت عايز تكسبها تاني وتالت. طبعا فبطولة العالم 2016 انا كنت داخل ترتيبي رقم 6 على العالم. كان من انا عن نفسي داخل عايز العب حاجه طبعا عندها بطوله عالم في مصر وسط اصحابي وسط اهلي وسط الناس اللي بحبهم يعني وسط مدربيني. فطبعا كنت عايز اعمل حاجه حلوه في بدايه البطوله. طبعا كان صعب شويه ان انا اتخيل ان انا اكسب بطوله عالم. انا من نوع الناس اللي انا لما بخش الملعب بحاول اركز في الماتش بتاع النهارده بس ما بحبش اقعد افكر لقدام. كسبت السيمي فاينل وبقت العب بقت اجهز للفاينل. طبعا كان احساس غريب جدا. اول فاينل او تاني فاينل بطوله كبيره اوصل لها في حياتي بطوله عالم. فكان احساس كان جديد عليا شويه. لاعب بطل كبير مصري طبعا رامي عاشور. طبعا يعني من طبعا لما تلعب مع رامي برده بالذات في مصر انت بتلاقي ان انت تحس انك انت بتلعب مع يعني انت اجنبي وسط واحد مصري لان الجمهور هنا والناس هنا بتحب رامي جدا. هو شخصيه من الشخصيات الجميله بصراحه. فطبعا كان اول طبعا بريشر كان على رامي اكتر بس انا برده كان عليا ضغط برده ان انا بلعب فاينل بطوله عالم. وطبعا دي فرقت معايا كتير بعد كده ادتني ثقه كبيره. يعني انا من ساعتها نطيت من رقم 6 وصلت رقم 1 فدي ادتني ثقه
كبيره ان انا اقدر العب بطولات احسن واتحسن في الرانكينج بتاعي. طب دخلت كام بطوله بعد بطوله العالم يا كري؟ بطوله العالم خلصت في شهر 11، لعبت بعديها على طول بطوله قطر، في شهر 1 لعبت بطوله امريكا، وبعد كده السويد وسويسرا والجونه ودبي. ترتيبك وصل كام دلوقتي؟ لان طبعا الترتيب ده بيتغير كل شهر تقريبا. انا في شهر 5 في اخر سيزون خالص كنت اول 1-5، وصلت رقم 1، وبعد كده في رانكينج جديد، لان احنا عندنا رانكينج بينزل كل اول شهر. في 1-6 كانت عشان كان فرق بيني انا والفرنساوي جريجوري جوتيه ومحمد الشرباجي، كانت فرق نقط قليل قوي بيننا احنا الثلاثه، فكان تقريبا كل شهر الرانكينج بيتغير. فانا 1-5 وصلت 1، و1-6 ولحد النهارده رقم 2. رقم 2 اكيد بفرق بسيط جدا عن بطل العالم. بطل العالم او تصنيف الاول لمين دلوقتي؟ مش بطل العالم، التصنيف الاول. رقم 1 دلوقتي جريجوري جوتيه بتاع فرنسا. يعني برضو خليني نقول، يعني انت طبعا لاعب كبير وكنت بطل العالم، والسكواش في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت يعني شاف اهتمام كبير جدا من مجلس الاداره ومن النادي، ومش بس السكواش، كل الالعاب الصالات والالعاب الشهيده زي ما بيسموها الشهيده، بس هي في جوه النادي الاهلي مش شهيده الحقيقه. لما النادي الاهلي بدا مفاوضاته طبعا من خلال كابتن ناصر زهران المدير الفني، كان كلامك ازاي؟ المفاوضات كانت ماشيه ازاي؟ ابتدت امتى؟ حسمتها ازاي؟ يعني كلمنا عن الموضوع ده. لا والله، يعني هو كابتن ناصر لما جه يتكلم معايا كان تقريبا قبل ميعاد يخلص مع نادي الجزيره باربع شهور. انا قعدت كتير قوي بلعب في نادي الجزيره، يعني يمكن اخر 10 سنين من حياتي، يعني تقريبا عندي 16 سنه كنت بلعب في نادي الجزيره، كانت اول سنه ليا. فكان جات لي مفاوضات كتيره قبل كده من قبل نادي الاهلي، بس انا بالنسبه لي كان نادي الجزيره كنت حاسس براحه نفسيه جواه، يعني بحس ان انا كنت طول عمري تقريبا بلعب فيه، يعني من عندي 16 سنه، ده من 10 سنين ده مش فتره قليله خالص. فلما جه كابتن ناصر يتكلم معايا قبل عقد ما يخلص باربع شهور، انا بالنسبه لي لا، انا فكرت كتير بصراحه، ان انا نادي الاهلي طبعا من الانديه القليله جدا انا بقول عليها في مصر. معلش يا كمان هقطعك، بس دي تدريباتك في احد الملاعب النادي الاهلي في عمليه احماء، احنا كنا معاك برضو بكاميرا النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن، اسف. طبعا لا، فهو طبعا النادي الاهلي من الانديه الوحيده طول عمري بقول ان هي يعني بتركز على كل الرياضات، مش بس الكوره. عندهم ابطال في جميع الرياضيات، يعني ودي حاجه صعبه تلاقيها في نوادي كتير في مصر. يعني فنادي الاهلي يمكن كان مشكلته قبل كده ان هم مجمع السكواش كان قعد فتره قبل ما يخلص، سنين بالظبط. لكن طول عمرهم طبعا كان عندهم عمرو شبانه، وكان عندهم ابطال محمد عباس ووائل حاتم، كان كل الابطال بيلعبوا تقريبا في النادي الاهلي. وانت لعبت في النادي الاهلي في الناشئين شويه؟ لعبت في الناشئين قبل ما الملاعب تتهد يعني وتعيد بنائها. فالفتره اللي فاتت دي كانت صعب ان هم يجيبوا لعيبه، يعني في السكواش بالذات، لان المجمع عندهم ما كانش لسه خلصان. دلوقتي عندهم 8 ملاعب من احسن الملاعب الموجوده في مصر دلوقتي. فمن ساعتها طبعا هم ابتدوا يتكلموا معايا، ومع يعني عندنا دلوقتي برضو ياسر بعادل حققت نتائج كويسه جدا في ضم كمان الفريق، واكيد هيكون معانا ان شاء الله. فلا يعني هم جابوا يعني عندهم دلوقتي ناشئين، اكبر عدد ناشئين برده مع وادي دجله في السكواش. فطبعا لا، كابتن ناصر عامل شغل كويس جدا، والاداره عاملين شغل كويس جدا مع في السكواش دلوقتي، في رياضات كتيره جدا في النادي. فان شاء الله يكون موسم كويس لينا ان شاء الله في السكواش. طب قول لي، يعني لما كنا بتتفاوض كان نادي سموحه، انا عارف كان بيتفاوض معاك والنادي الاهلي في نفس التوقيت، وطبعا فضلت النادي الاهلي وعرفنا القصه. اول بطوله ليك يعني من دلوقتي، اقرب بطوله بتستعد لها ايه؟ ان شاء الله بكره هنسافر، عندي بطولتين في امريكا، اول واحده في سان فرانسيسكو، وبعد كده عندي اليو اس اوبن ان شاء الله. يمكن احنا دلوقتي كان بقى لنا في اخر شهرين ثلاثه كان الاوف سيزون بتاعنا اللي هو فتره الاعداد بتاعتنا، بنبتدي بقى سيزون من شهر 9 لحد شهر 6 اللي جاي، تقريبا بطوله او بطولتين كل شهر. فهبتدي ان شاء الله بكره مسافر امريكا البطولتين الجايين. هتروح على سان فرانسيسكو الاول تلعب البطوله بإذن. بتعرف اللعيبه طبعا اللي مشاركه، وبتبقى انت شايف الدنيا طبعا، بتشوف الدرو بتاعك وبتعرف ماتشاتك شكلها ايه، ماتشاتك اخبارها ايه هناك. طبعا يعني احنا عارفين الدروب بتاعنا قبل البطوله تقريبا بتفيد بشهر. البطوله دي ان شاء الله عندي هم واحد من الكواليفايرز. حظنا وحش دلوقتي، لان احنا تقريبا ثلاثه مصريين مشاركين او اربعه مصريين مشاركين في بطوله سان فرانسيسكو، بالاضافه لواحد مشارك في مازن هشام مشارك في الكواليفيكيشنز. فيمكن احنا حظي وحش شويه، لان انا عندي اثنين مصريين في السكه. يعني انا المفروض ان شاء الله كسبت اول ماتش،
مفروض في سكة طارق مؤمن، وبرده فارس الدسوقي في سكتنا. فهي احنا عشان احنا عددنا برده كبير في الاسكواش واحنا مميزين في اللعبه، فاحنا تقريبا بيبقى اصعب ماتشات اللي احنا بنلعبها مع بعض يعني. طب المصري اللي هتلاعبهم الرانك بتاعهم احسن منك ولا لا؟ انا حاليا دلوقتي رقم 2، ده يعني انا دلوقتي رقم 1 في مصر، بعديه على طول في الشرباجي وفي علي فرج، وعندنا مروان الشرباجي وطارق مؤمن. في سكتك ده قبل الفاينل؟ عندي في سكتي طارق مؤمن، ده برده يعني اخويا يعني مش صاحبي يعني. طارق بلعب معاه في نادي الجزيره بقالنا اكتر من 10 سنين دلوقتي قبل ما امشي يعني، فلا هو اكتر من اخويا يعني. ماتش طبعا صعب، بالذات لما بتلعب مع حد قريب منك لازم. مفيش قريب يا كابتن، احنا بالظبط لازم بقى بتحطها بره شويه كده وتنزل تخش الملعب، بتبقى صعبه شويه يعني. طب خليني هرجع تاني اكلمك عن البطولات اللي ليك، بس كلمني عن الجهاز الفني دلوقتي في النادي الاهلي. يمكن كابتن ناصر عامل روح جديده جوه الاسكواش، كلمني رايك انت، شايف الروح دي، شايف السيطره ازاي يعني، كلمنا عن الموضوع ده. كابتن ناصر انا اتعاملت معاه زمان لما كنت بلعب في نادي الصيد، كان هو المدير الفني هناك، وكابتن ناصر برده من الحكام الدوليين يعني. ف يعني كابتن ناصر طول عمره اخويا الكبير يعني، ولما جه يتكلم معايا برده ان انا النادي الاهلي، انبسطت بصراحه ان كابتن ناصر برده هو اللي ماسك هناك، لان انا عارف كابتن ناصر قد ايه بيهتم باللعيبه وقد ايه ما بيخليش حاجه اللعيب ناقصه حاجه، بيحاول يركز في كل الديتيلز الصغيره. فانا شايف نادي الاهلي دلوقتي عندهم من مدربين مميزين جدا، عندهم امكانيات الجيم والملاعب الاسكواش وكل حاجه مميزه جدا، الاداره على اعلى مستوى طبعا. يعني لا انا دلوقتي طبعا في نادي الاهلي حاسس ان انا في بيتي يعني. اكيد انا كنت حاسسها صعبه شويه ان انا انقل من نادي الجزيره، بالذات بعد فتره طويله. مشوار صغير على فكره، مش صعبه ولا حاجه. بس هي نفسيا حسيت ان هي ممكن تبقى صعبه شويه، بس انا من اول يوم دخلت في النادي لا انا حاسس ان انا مش اول يوم ليا، حاسس ان انا لا، والناس هناك بصراحه يعني بيعاملوني كانهم يعني اخوهم الصغير يعني. ولسه ان شاء الله. طيب إن شاء الله. خلينا نشوف كده الجهاز الفني في تقرير كده يعني، بوجه لك رساله واللاعبين، نشوف التقرير ده ونرجع لك تاني. شوف مع حضراتكم التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. هو اضافه للفريق، بل ده اضافه لمصر كلها ان اللاعب دوت يبقى موجود في نادي. انت عارف النادي الاهلي بيزيد من قدر اي لاعب، وجود كريم عبد الجبار بطل العالم وفي النادي الاهلي الاثنين زادوا لبعض. كريم لاعب مميز جدا، والنادي الاهلي نادي كبير جدا، فلقاء الكبار بيخلي الناس كلها بتبص للنادي الاهلي، النادي اللي هو النادي الكبير جدا في المنافسه. كريم ضاف لنا كتير جدا، بقى هو القدوه بالنسبه لينا، هو المثل الاعلى للعيبه اللي عندنا في النادي هنا. هو هيبقى على المستوى العالمي والخارجي، عندنا بطل العالم ويتحط عليه شعار النادي الاهلي ويلعب بالتيشيرت في النادي الاهلي في اي مكان يروح ليه، ده هو الدعايه لينا زي ما تعال لكريم برضو. فاحنا طبعا كريم انا بقول النهارده اللعيبه كلها بتشوف كريم بيجي يتمرن، كله بيجي يتفرج عليه، وكلهم عايزين يبقوا زي كريم عبد الجواد طبعا. عاوز يا رب ربنا يوفقك دايما، وان شاء الله دايما في الاحسن، ونرفع اسم النادي اعلى واعلى باذن الله، وربنا يا رب يكرمنا دايما ان شاء الله في اللي جاي. ربنا يوفقه ان شاء الله. احنا عنده بطوله عالم في شهر 12 السنه دي في مانشستر في انجلترا، ربنا يوفقه ان شاء الله ويقدر ياخد بطوله العالم السنه دي ان شاء الله يعني. يعني شفنا تقرير طبعا الجهاز الفني واللاعبين. كريم تعليقك ايه على يعني الترحيب، وشايف ثقه كبيره جدا بالجهاز الفني واللاعبين؟ طبعا يعني انا يعني زي ما قلت لحضرتك يعني كلهم اخواتي الكبار يعني، وحسني احمد حسني ده يعني من يمكن ما بنلعب مع بعض واحنا عندنا 6 سنين، وانا مبسوط عشان دلوقتي ان هو ابتدى يلعب تاني، كان قاعد فتره بيمرن دلوقتي ابتدى يلعب تاني بطولات، فانا مبسوط عشانه، كانت خطوه يعني انا كان نفسي ليه. طبعا حسني بامانه ربنا يوفقه. وكابتن ناصر طبعا اخويا الكبير، ويعني كل المدربين هناك وكل الجهاز والمدربين اللي في الجيم وكل الناس يعني بصراحه لا دول. قلت كلمه حلوه يعني يا كريم بامانه، قلت ان انت دخلت حسيت ان انت ببيتك، وهو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي اي وفد بيجي عليه بيحس انه ببيته، وخد بالك برضو يعني الدعم مش بس مادي، الدعم مش بس بيبقى فيه دعم معنوي، ان شاء الله هتلاقيه جوه النادي الاهلي ارضه. لا انا لقيته اوريدي يعني. يعني هو لا طبعا من زي ما حضرتك قلت فعلا، انا من اول يوم انا حسيت ان انا مش غريب عن النادي، مش غريب عن النادي، لا انا حسيت ان انا بتعامل معاهم من زمان جدا.
عندهم قاعدة ناشئين كبيرة جدا كلهم ما شاء الله عليهم. مين بيمرنك يا كابتن كريم؟ أنا بتمرن مع عمر عبد العزيز ومدرب الفيتنس بتاعي علي اسماعيل. ومواظب تمرينك ازاي بيبقى خلال الاسبوع؟ يعني انت اسبوع زي ده ما عندكش بطولات بتتمرن ازاي؟ طبعا هي ديبندز على فاضلنا قد ايه على البطوله. يعني لو لسه قدامي مثلا اسبوعين ثلاثه بيبقى الحمل طبعا بيبقى بزود الحمل شويه. بتمرن مرتين في اليوم زائد الفيتنس يبقى كده ثلاث مرات. موعدهم ازاي؟ خمس ايام. بتمرن الصبح مثلا من 10 لحد الساعه 1، بعد كده بريح واتمرن تاني من الساعه 6 ل 7 ونص مثلا او من 6 ل 7. الفتنس امتى؟ الفتنس يعني انا بتمرن سكواش من الصبح من الساعه 10 ل 11، وبعد كده بتمرن فتنس الساعتين اللي بعد كده. طب انت دلوقتي عندك هيبقى عندك مشكله ان انت محتاج لعيبه نفس مستواك. خلي بالك انا السكواش يعني فاهم فيها شويه والالعاب المضرب، محتاج لعيبه نفس مستواك عشان ما تبقاش تقعد شهر ما تلعبش بطولات. بتتمرن مع مين من زمايلك؟ والله هو كابتن ناصر موفر لي كل حاجه. يعني اي وقت عايز اجيب لعيب مثلا من بره النادي اتمرن معاه في ثانيتها، مش هقول في يوميها، لا هي في ثانيتها اللعيب ده بيكون جوه النادي وبنلعب مع بعض وبنتمرن مع بعض. يمكن عمر عبد العزيز برده هو مش من الجهاز بتاع النادي، بس كابتن ناصر مديني الفرصه ان انا اتمرن معاه جوه النادي. بطل العالم محتاج المدرب اللي ترتاح معاه طبعا. فلا هو كابتن ناصر مش مخلي، يعني مش انا بس، لكن اي لعيب مش محتاج ان هو صحيح. يبقى ناقص اي حاجه صحيح. فهو لا هو يعني هو زي ما قلت لحضرتك مهتم بكل التفاصيل الصغيره اللي اللعيب محتاجها، لان هو طبعا كان لعيب وفاهم كويس قوي النفسيا والتدريب والحاجات دي بتفرق قوي مع اللعيب. طب خليني اكلمك برده سؤال مباشر كده، انت في البطولات اللي بتروحها بره سواء في امريكا او في اي دوله او بطوله العالم، هل النادي الاهلي هيدعمك في الموضوع ده ماديا ولا لا؟ يعني هل ده بيحصل في الالعاب الفرديه؟ لان الناس انا عارف طبعا اللي بيحصل ايه، بس محتاجين برضو الناس تعرف هل النادي الاهلي يعني هيقف بيساعد ماديا في سفرياتك في يعني في مصاريف انتقالك؟ يعني كلمنا عن الموضوع. والله وانا طبعا عندي عقدي زي اي لعيب في النادي الاهلي، ما اتكلمناش قوي في الحته دي، لكن كابتن ناصر دايما كان يكلمني النادي الاهلي بيساعد اللعيبه كلها و يعني مفهمني، يعني هو كلمني كتير عن النادي الاهلي، وانا طبعا انا كنت بلعب في الناشئين وعارف كويس قوي النادي الاهلي ايه بالظبط. لكن هو في الاول وفي الاخر لعبه الاسكواش هي لعبه فرديه زي رياضات كتيره، بتبقى محتاجه اللعيب هو طبعا هي اللعيب هو اللي بيصرف اكتر على نفسه. يعني هي دي يمكن وبالتالي لما بتخش الدوري المحترفين بيتهيألي او اللعيبه رابطه اللعيبه المحترفين الاسكواش بيتهيألي بيبقى فيه رانجك لو عالي بيبتدوا هم كمان بيساعدوك بيبعتوا لك تذاكر، الكلام ده مظبوط ولا لا؟ لا هي دي مش موجوده. يعني انا لحد دلوقتي مثلا انا تذاكر طيراني سفري الاقامه كل الحاجات دي لا هو لا دي حاجه انا متكفل بيها حتى لو الرانك بتاعك دخل من الستة الاوائل او الثمانيه الاوائل. لا دي هي اللعبه الفرديه، هي طبعا اللعبات الفرديه بتبقى مكلفه صحيح، غير طبعا الالعاب الجماعيه طبعا. بس يعني هو ده، يعني انا من وانا صغير طبعا الصراحه هم اهلي هم يعني ضحوا بحاجات كتيره وطبعا ساعدوني كتير جدا، يعني بشكرهم طبعا. فلا هي اللعبات الفرديه بتبقى مكلفه شويه وبتبقى اصعب طبعا اكيد. طب كريم انت في قبل البرنامج بتدي قلت لي يعني انا مش متابع جدا كره القدم شويه، يمكن انت وقتك يعني مليان بطولات وسفر، لان انا عارف الالعاب الفرديه بتبقى متعبه جدا، بس اكيد انت لعبت مباريات صعبه وبطوله عالم اكيد، يعني شايف بطوله يعني ماتش الترجي بكره مع النادي الاهلي قبل نهائي بطوله افريقيا، اكيد انت في رساله ممكن توجهها بحكم خبرتك للاعبين في الوقت ده. لا طبعا يعني النادي الاهلي يعني معروف ببطولاته وانجازاته، طبعا هم عندهم كان عملوا ماتش صعب هنا يمكن ما كانتش احسن نتيجه ليهم، بس ان شاء الله لا احنا النادي الاهلي مش غريب عليه ان هو يعمل نتائج كويسه ويفاجئنا ببطولات، وطبعا احنا كلنا كمصريين طبعا واقفين وراه، وان شاء الله ربنا يكرمهم ان شاء الله ويرجعونا ان شاء الله بنتيجه كويسه. طب سؤال اخير يا كريم، الحقيقه اللقاء معاك مر سريعا، يعني سؤال اخير كده، طموحاتك على الشورت تيرم واللونج تيرم ايه؟ طبعا يعني عندنا بطوله عالم
قبل بطولة العالم فردي عندنا بطولة العالم فرق، دي حاجة أنا كنت بتمنى ألعبها طبعا من وأنا صغير مع منتخب مصر. طبعا شرف لأي حد طبعا إن هو يلعب تشيرت مصر يعني. فأنا طبعا عندنا بطولة العالم فرق دي في شهر 11 في فرنسا إن شاء الله، ربنا يكرمنا إن شاء الله ونقدر نعمل حاجة كويسة. بعديها ما فيش، بأربع أيام هنبتدي بطولة العالم فردي في إنجلترا. طبعا يعني انا هبقى داخل طبعا يعني المفروض ان انا كسبان بطولة العالم اللي قبليها، طبعا ببقى داخل نفسي ان انا اقدر اكسب اكبر عدد بطولات ممكنه واكبر عدد بطولات عالم ممكنه. اكيد طبعا نفسي ان انا اوصل تاني رقم واحد، دلوقتي انا ترتيبي رقم 2. الفتره الجايه طبعا مش فتره سهله، كل اللعيبه طبعا مركزين جامد، كل اللعيبه على اعلى مستوى، فطبعا بيبقى ضغط طبعا علينا كلنا، واكيد طبعا نفسي اوصل لرقم واحد تاني ان شاء الله. كريم نورتني وشرفتني، بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله شايف. في مشوارك مع السكواش. بصير حضرتك، شكرا. اعزائي المشاهدين، لقائنا مع كريم عبد الجواد بطل العالم في السكواش مر سريعا. هنطلع فاصل، هنشوف فيه استعدادات فريق الجمباز تحت 12 سنه بالنادي الاهلي ايه، هنشوف اخر الاخبار برضو لان الجمباز محتاج ايضا نحط عليه الضوء اكتر شويه. وهنطلع فاصل وارجع لحضراتكم نستقبل محمد عبد المنعم لاعب الكره، كره الطائره طبعا، المفروض ان شاء الله عبد الله عبد السلام ينضم لنا ولكن تقريبا اتاخر في الطريق شويه، ان شاء الله ينضم لنا. هنستقبل منعم بعد الفاصل، ما تروحوش بعيد. بنبتدي الموسم من شهر 5 تقريبا، لعبة الجمباز لعبة شاقة جدا على اللعيبة، التمرين بيستغرق حوالي 4 ساعات لخمس ساعات في اليوم 6 مرات في الأسبوع، وفي الأيام اللي هو أيام الصيف بيبقى فيه تمرين صبح وبعد الظهر. تمام، بنستعد للبطولات المنطقة والجمهورية، بس لسه دلوقتي لسه ما بانش أي حاجة بالنسبة لبطولات القاهرة والجمهورية علشان لسه في انتخابات وكده في الاتحادات، فلسه ما بانش اي مواعيد جديده للبطوله. بس احنا بنستعد للبطوله من بدري لان احنا بنبقى عارفين برضو ان البطولات بتبقى في الفتره ما بين شهر 11 او 12 بطولات المنطقه. لعبه الجمباز لازم اللعيب الاول يحبها علشان هي لعبه شاقه جدا في تمرينها وعدد ساعات كتير جدا، فلازم في البدايه ان انت تبقى بتتعامل مع اللعيب نفسيا وهو طفل انه تحببه في اللعبه. تمام، بتبتدي ان انت تجيب له هدايا حتى في التمرين، تحفزه وتخلي ولي الامر يحفزه في البيت. لازم الطفل وهو صغير يبتدي يحب الحاجه علشان يقدر يدي فيها بعد كده باذن الله. ان شاء الله يعني النتائج باذن الله الموسم ده تبقى كويسه ان شاء الله. بنستعد كويس وخصوصا بعد الصاله ما اتطورت، لان كان الاول كنا احنا لازم ميعاد تمرين معين في وقت معين لازم تتمرن فيه في الصيف بالذات، لان كان بيبقى الجو حر جدا في الصاله هنا، فما كانش في وقت ان انت تقدر تتمرن غير بالليل ساعه متاخره بالليل يعني. تمام، فدلوقتي لا، انت بتقدر تيجي في اي وقت تتمرن التمرينه بتاعتك في اي وقت، ما فيش اي مشكله. وان شاء الله باذن الله الموسم ده يبقى احسن من الموسم اللي فات ان شاء الله. والله طموحاتنا ان احنا نحقق اول جمهوريه ان شاء الله يعني باذن الله. احنا بنستعد دايما البطوله المفضله بطوله الجمهوريه، البطوله الاعلى في الجمباز في مصر بطوله الجمهوريه. تمام، يعني بطوله القاهره بتبقى يعني بطوله استعداديه، بس انت بتستعد ليها، بتخلي اللعيبه تجرب الاجهزه، تجرب الحركات الجديده. تمام، انما في بطوله الجمهوريه لازم انت تبقى داخل مركز ان انت تاخد مركز اول ان شاء الله. احمد محمد فاروق، انا عمري 12 سنه وبلعب جمباز في النادي الاهلي، واتمنى اما اكبر اخش منتخب مصر. اسمي يحيى فاروق، عندي 12 سنه من بلعب جمباز في النادي الاهلي، ونفسي لما اكبر اخش المنتخب. اسمي كريم حاتم، عندي 12 سنه، اتمنى ان فرقتي انا وفرقتي نجيب اول في بطوله الجمهوريه وبطوله القاهره. اعرف اسمك؟ محمد عمرو. بتلعب ايه؟ جمباز. اتمنى ايه مع النادي الاهلي؟ اطلع في المنتخب واطلع الاول. محمود كمال. بتلعب ايه؟ جمباز. اتمنى ايه مع النادي الاهلي؟ في المجبر وفي المنتخب وبطل. حسام ايهاب. بتلعب ايه؟ جمباز. بتتمنى ايه مع النادي الاهلي؟
اتمنى ان اكون بطل في المنتخب، وانا قبل كده جبت اول جمهوريه في الحلقه، ده كله بفضل الكابتن بتاعي. وانا نفسي انا وفرقتي نطلع في المنتخب والكابتن بتاعنا يفضل معانا، عشان هو ده الكابتن اللي عملنا من واحنا كنا صغيرين، هو اللي دربنا لغايه ما كبرنا وبين ابطال. اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب في الاستوديو بنجمنا نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر محمد عبد المنعم. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا كابتن هيثم، نورنا والحمد لله على سلامتك وطمنا عليك. الله يسلمك. الحمد لله بطمن حضرتك والجمهور وادارتنا من مجلس النادي الاهلي، الحمد لله ماشي بخطى ثابته وان شاء الله هانت، يعني بقى لي 4 شهور ونص، المرحلة قربت تخلص خلاص اهي، وربنا يكرم ان شاء الله بقى. مش عايز اقول لك وقت الاصابه لما كنا بنشوف، يعني الاصابه هي حصلت في الترجي تقريبا صح، مباراه النجم ماتش النهائي النجم في الشوط الثالث في اخر الشوط الثالث حصل الاصابه والحمد لله اتخلعت كلها معاك والله. بس انت اديتنا الاحساس بالامان برجولتك، وشفنا الفيديو اللي كان فيه وانت مصاب قد ايه قلبك على الفرقه حتى وانت في لحظات الالم في الاصابه. والله الحمد لله على الاصابه، كل حاجه طبعا بتاعت ربنا، ده قدري ونصيبي الحمد لله، وممكن تكون خير ليا والحمد لله. في المباراه هي بس كانت صعبه ان الماتش لسه مخلص الفرقه محتاجه لك مش حاجات محتاجه لي طبعا، اي حد بيحصل له اصابه، حتى برضه في لعيب اسمه الهميسي هناك في الماتش في برضه في نفس في قبليه كده تقريبا بكام نقطه في سمانه رجلي في السمانه صح. طبعا الفرقه اتاثرت بيه، انا خفت الفرقه تتاثر بنفس الموقف، ان يعني صليبي او حاجه زي في الركبه كده تشيل حد تطلعه بره على النقاله او الكلام ده. طبعا الفرقه كلها زعلت، وانا شفت الموقف بعد كده في التلفزيون، الفرقه اللي الناس خلاص تركيزها اتشتت خلاص، الناس كانت نسيت خالص الفاينل وكده وكانوا زعلانين عليا، فالحمد لله اللي هم يعني طلعوا رجاله وعوضوني الحمد لله الكاس. طب قول لي انت يعني انت برضو كنت في المستشفى وكنت طبعا بتعمل اشعاعاتك وحاجاتك زي كده والتحاليل والحاجات اللي بتطمن بيها على نفسك، دخلوا اللعيبه بالكاس، كلمني عن اللحظه دي. طبعا انا فرحت، طبعا اللعيبه كانت جايه لي وعرفت من الدكتور ايهاب كان معايا وكابتن ابو الحسن الفتنس بتاعنا، طبعا كنت بتابع من على النت الماتش، والحمد لله لقيت الفرق والسكور فرق لينا في الشوط الرابع، حمدت ربنا طبعا. يعني الواحد هيبقى زعلان اكتر طبعا لو اصابه ونخسر، دي حضرتك عارف انت بتلعب على الاول، كنت خسران الدوري، فانت طبعا املك الوحيد ان انت ترجع بالافريقيا تبقى حاجه كويسه يعني. فده اللي كان مزعلني او ده اللي خلاني بس خرجك طبعا بقى. طبعا الحمد لله اللي هم رجعوا جم كمان المستشفى بالكاس، فدي كانت حاجه. بص انا مش عايز افكرك بلحظات صعبه شويه، بس دي اللحظه اللي كنا بنتكلم عنها دلوقتي. يعني بص اللعيبه يعني داخلين عليك بالكاس، يعني تالي لحظه صعبه، احساسك ايه؟ قول لي كلمني. لا والله يعني انا بتمنى من ربنا طبعا ما فيش حد يجيله الاصابه دي، يعني انا عمري ما فكرت تجيلي او حاجه زي كده، بس يعني هي كانت مؤلمه، يعني انا حسيت ان في حاجه مش موجوده في رجلي، فيعني انا بتمنى من ربنا ان ما حدش يحصل له الموقف ده. طبعا انا كانت دموع فرح، ومش دموع اللي انا جالي الاصابه دي والناس رجعت بالكاس، دي كانت فرحه ليا، وحسيت ان
ان انا مبسوط خلاص يعني ما نصبت خلاص ربنا يحلها الف حلال بعد ما ارجع وهكمل العلاج او اعمل عمليه او حسب الظروف اللي هتحصل. بس يعني انا دخلتهم عليا طبعا يعني بالكاس كانت حاجه جميله يعني اكيد. طب قول لي برضو يعني اكيد شايف دعم النادي ليك كان ازاي بعد الاصابه؟ اتصرف ازاي النادي معاك وانت راجع مصاب من تونس؟ والله يعني كان معانا كابتن محمد هليل كان معانا في رئيس البعثه يعني شخصيه جميله جدا وكان واقف معايا هناك في المستشفى وكل طبعا اعضاء مجلس اداره وكابتن محمود طارق اول ما عرف طبعا تلبى الموضوع اساسا على طول في ان انا اسافر وكده وكابتن ميدو اصر معاهم ان انا اسافر بره. وبشكر طبعا كابتن عاصم السعداني ان هو كلمني شخصيا في التليفون لما كنت داخل اعمل الاشعه ويعني وكمان لما رجعت في النادي واعمل التاهيل. انا في موقف حصل ولازم اقوله ان هو الراجل ده شخصيه محترمه جدا ان نزل لي اول لما عرف ان انا في الجيم واول يوم ليا بعد حوالي شهر ونص انا قعدت 40 يوم في المانيا. انا استغربت ان هو نازل لي بيسلم عليا شخصيا فانا ما عرفتش اقول له حاجه مش عارف اقول له شكرا مش عارف اقول له حاجه. فانا بحترم الراجل ده جدا بقول له كتر الف خيرك على سؤالك عليا ونزولك من المكتب ليا في الجيم. بيطمن عليك. بيطمن عليا فانا طبعا اتبسطت جدا يعني حاجات فرحتني كتير بصراحه. شوف انت بتتكلم فيها يا كابتن برضو ده عشان معدنك واصلك انت بتتكلم على يعني انت قعدت في المانيا 40 يوم قعدت 40 يوم بتتعالج والنادي طبعا كان على اتصال بيك ولكن موقف صغير زي ده بص معلم فيك طبعا طبعا انا ما في مواقف شخصيه انا يعني انا بصراحه اتفاجئت لما يكون رئيس مدير النشاط قصدي نازل لي شخصيا اول ما عرف تمرينك وعارف معاك التمرين هو عارف من شخصيه برضو في النادي ان انا موجود فاو كان اول يوم ليا ادخلي في النادي بعد 40 يوم او حاجه 40 يوم بعد ما رجعت خدت يومين اجازه ونزلت بصراحه اتصدمت يعني بصراحه انا اتصدمت يعني موقف معنوي جميل لمسه بسيطه بس بتفرق مع اللاعب. وخد بالك احنا كنا زمان نسمع انا كنت لعيب اللي بيسافر بره يعمل عمليات المانيا وغيره 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 كان لعيبه الكوره بس فقط صح. يعني كان النادي الاهلي ما عندوش دي عنده لعيب الكوره والله انا اتعاملت معامله اكني لعيب كوره او اكتر ان انا يعني بالنسبه لنا انا برضو ما كانش تفرق معايا ان انا اعملها في مصر وبتاع انا كنت عايز اعملها عشان اكسب تايم اكسب وقت عشان حضرتك عارف الصليبي دلوقتي بقى بالست شهور بقى حوالي 9 شهور فانا كنت نفسي اعملها بسرعه بس هم كابتن ميدو طبعا الح مع الاداره ان هو اسافر بره واعملها في المانيا بالذات والحمد لله هم لبوا الطلب ده وسافرت الحمد لله وقعدت هناك وهو كان يعني كانت حالتي في الفتره دي كانت وحشه شويه اكيد نفسيا كمان ده على الركبه كان الدكتور ماير هناك اول ما شافني اتصدم عشان ما فيش كان في فرد كامل لكن ما فيش تاني خالص فقعدت اسبوعين هو ده اللي اخرني 40 يوم في ال يعني ما كنتش قادر تبني ركبتك مفيش 30 سم يا خبر ابيض من 30 قعدت حوالي اسبوعين ولا لا كان في تاكل في الغضروف وجزع يعني اللوك ده الغضروف هو عمل بلوك بس الحمد لله ما اتقطعش هو كان في تاكل بسيط فيه من الضغط عليه وقطع كامل طبعا في التهتك في الرباط الصليبي يا خبر ابيض وفي جزع في الرباط الداخلي كان قوي فهو كان عامل لي مشكله هو الرباط ده الالم اكتر كمان الرباط بالظبط هو ده اللي عمل لي المشكله الفقعه في الماتش بس الحمد لله ما اتقطعش يعني هو طمني برده قال لي ان هو لو كان قطع طبعا بيحصل مشكله اكبر بس كده احسن ان هو اتمزق بس جاله مزق قوي والرباط الجانبي ده لحمه بيبقى اصعب من الصليبي هو هياخد فتره طبعا بس تقريبا يعني البالانس والكلام ده كان هتبقى فيه مشكله اكتر فالحمد لله اللي هو حصل طب خلينا نبص اللحظات دي منذ قليل انتهى تدريب النادي الاهلي وده جمهور النادي الاهلي هناك في ملعب رادس بتونس دي لقطات مسجله منذ قليل ما فيش من 5 دقائق بعد انتهاء المباراه جمهور النادي الاهلي قطع هذه المسافه لتأييد فريقه ثقه كبيره يا جماعه الثقه دي ما بتجيش من فراغ الثقه دي جايه من نتيجه تاريخ طويل للنادي الاهلي في تحقيق المستحيل الناس دي مش هتروح يا جماعه لما بيكون عندها ثقه كبيره جدا فرقتها وان شاء الله احنا كلنا ثقه في الله سبحانه وتعالى ان لكل مجتهد نصيب الفرقه مركزين جمهور بيتواجد على اعلى مستوى وبأيد فرقته لا تتخيلوا الصعاب والمشاق لما يبقى مجموعه من الشباب زي دول بيقدروا يسافروا على نفقاتهم الخاصه ينضموا للفريق هناك عشان يشجعوه في مباراه يعني النتيجه هنا ما كانتش قوي في صالح النادي الاهلي كل التحيه لهذه الجماهير يا رب ان شاء الله بكره نقدر نعمل حاجه يمكن طبعا ما فوتش اللحظه دي احنا هنسيب اللقطات معاك ويعني ما فوتش اللحظه دي كابتن محمد معايا اكيد انت لعبت مباريات صعبه في تونس ولعبت مباريات قويه تقول ايه للاعبين قبل مباراه الترجي بكره انا اول حاجه اقول ان شاء الله يبقى التوفيق حالفنا باذن الله وبالنسبه للتوانسه عموما في الالعاب كلها ما بيعرفوش يلعبوا كويس في ارضهم
بالذات ضغط الجمهور اول لما بحس ان هم خسرانين ولا حاجه بيقلبوا عليهم. ده حصل معانا في البطوله الافريقيه في اول ماتش كسبناهم الحمد لله 3-0 كان في الافتتاح. طبعا كانت دفعه قويه لينا. كسبنا تاني كسبنا الترجي في ملعب الترجي وسط جمهورهم ان شاء الله يبقى جيد 3-0. بعد في نص الشوط الثاني واحنا متقدمين عليهم الجمهور بدا يشتمهم يعني قلب عليهم خالص بدا يشجعنا احنا عشان يعني انتوا فزتوا زعل من فرقته بالظبط. فانا انا من خبرتي للماتشات حتى المنتخب او النادي انا ان شاء الله هيبقى ماتش كويس للنادي الاهلي واتمنى سير المباراه زي ما والله انا مش هقدر اتكلم في سير المباراه. انا هتكلم بس ان هم ان شاء الله يعني هيبقى في مكسب باذن الله 1-0 او 2-1 يعني عشان نقدر نصعد باذن الله. بس انا حاسس ان شاء الله هيبقى في مكسب باذن الله 1-0 على الاقل يا رب. طب برضه يعني فال كويس انت معانا كنت احد ابطال ونجوم ماتش الترجي اللي اتلعب في بطوله افريقيا اللي فاتت للكره الطائره وكسبنا الترجي في ملعبه وسط جمهوره. ان شاء الله ده هيبقى فال جيد لينا يا رب ان شاء الله. طيب منعم قول لي يعني احنا السنه دي عندنا بطولات برضو دوري يعني في مجهود كبير ماتشات. شايف اشتراكاتنا السنه دي كم اشتراك؟ توقعاتك ايه الموسم ده؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا اول ما بادين الدوري ان شاء الله هيبقى في دوري وكاس وفي بطوله عربيه وبطوله افريقيه. السنه دي ان شاء الله عايزين نكسب اكتر من بطوله وان شاء الله ان شاء الله نحصد الاربع بطولات اللي احنا هندخلهم باذن الله. في دلوقتي احنا بادين التدريبات في اللعيبه في المنتخب عشان في بطوله افريقيا الشهر الجاي ان شاء الله في 10. وبقيه اللعيبه طبعا بتتمرن يوميا مع كابتن ميدو طبعا واللعيبه كلها جاهزه. ولغايه اما لعيبه المنتخب تيجي عشان يبدا ان شاء الله الدوري يبدا في شهر 11 اخر طبعا وبطوله تقريبا بطوله العربيه في شهر 2 في تونس بس مش متذكر هتبقى فين بالظبط. ممكن الاتحاد التونسي هو اللي ينظمها والبطوله الافريقيه في شهر 3 بس لسه مش عارفين. احنا نتمنى ان احنا ننظمها في النادي بتاعنا وربنا يكرم باذن الله. وخلينا نقول برضو شكر الجويني لاعب الطايره اللي انضم طبعا محترف ده لاعب نادي الترجي كمان. ده لاعب نادي الترجي شكري يعني ولاعب كويس طبعا دي لقطات انا اسف يا كابتن دي لقطات عوده الفريق من التدريب للاوتيل. اللقطات دي مش هتشوفوها في اي مكان غير على قناه النادي الاهلي حصري. الحقيقه بنحاول ننقل لكم الحدث لحظه بلحظه ونعيشكم في اجواء الفريق. يا رب كل التوفيق. شايفين طبعا الاتوبيس في حراسه الشرطه قدامه ورا. يا رب ان شاء الله يبقى يعني توفيق حليف النادي الاهلي بكره باذن الله. اتفضل يا كابتن. ان شاء الله. شكري كنا بنقول شكري الجويني. شكري لعيب كويس لعيب مركز 4 ان شاء الله هيفيدنا ممكن يحصل فيه تجانس كبير ان هو طبعا بيتكلم عربي طبعا دي نفس اللغه ونفس الكالتشر دي بتفرق طبعا نفس الثقافه فدي ممكن يتجانس بسرعه معانا وهو عارفنا كلنا احنا مش غرب عليه وهو لعيب كويس وان شاء الله هيبقى في اضافه لينا ان شاء الله. كابتن ميدو كان معانا الحلقه اللي قبل اللي فاتت والحقيقه الراجل قال ان يعني من ضمن يعني الحاجات يعني المميزات اللي كان بص ليها في شكري ان هو نفس الثقافه فعلا زي ما انت بتقول ونفس دي بتريح طبعا بتريح جدا. طب خليني برضو اقول انضمام عبد الله عبد السلام اللي كان المفروض ينضم لنا في الاستوديو بس اتاخر لان عبد الله كان المفروض يبقى معانا. كابتن عبد الله عبد السلام طبعا سنه العاب المنتخب يعني اتاخر في الطريق كان المفروض ينضم لنا بس هو انضم للفرقه خلاص. فهو للفرقة. يعني شايف ده ازاي؟ شايف ده اضافه ولا لا؟ طبعا اضافه. عبد الله كابتن الفرقه واكبر لعيب سنا فينا وطبعا لعب منتخب ولعب بره واحترف كتير فطبعا عنده خبره كبيره هيفيد طبعا الفريق بنسبه كبيره وبرده يعني هو لعب في الاهلي طبعا وخرج بره وراح الاهلي شويه ورجع تاني فهو مش غريب طبعا فهو يتجانس طبعا بسرعه ومفيش حد يتكلم مع عبد الله يقدر يقول عليه تلت تلت كام طبعا. وخلي بالك دي ودي لقطات من احد التدريبات تدريب يوم الاربعاء على الصاله المغطاه. خليني اقول كمان حسام يوسف لاعب الفريق صنع الالعاب عندنا ما شاء الله اثنين نجوم في المركز ده بيتميزوا بالقامه الطويله طبعا بالارسالات القويه بالاعداد الكويس طبعا لعيبه متكامله. عن زي ما قلت حضرتك عندنا اربع بطولات السنه دي طبعا اثنين بصيره بالخامه دي ومعاهم صانع العاب كريم فرج ومعاهم لاعب ناشئ يوسف طالع اللي هو كان واخد سادس العالم بصير كويس طبعا كل ده طبعا اضافه كبيره اضافه طبعا ودي مع الوقت طبعا مش هيحصل اجهاد للمعدين او في عجز عندنا في المعدين. لا انا شايف بسم الله ما شاء الله عندنا اربع لعيبه كويسين خبرات ولعيبه صغيره فطبعا دي حاجه كويسه للفريق يعني. بس انتوا عاملين حاله كويسه بامانه في الطايره يعني حاسس تلاحم ما بين الجهاز واللاعبين. انا بامانه
يعني اكتر فريق جماعي الحقيقه شفته. عنده التلاحم ده مع الجهاز مع اللاعبين، مش مهم مين يلعب مش مهم مين ينزل. يعني كلمنا عن الحاله دي، هل سببها كابتن ميدو ولا اللاعبين ولا الاثنين؟ يعني كلمنا عن الحاله دي. والله لو كلمت حضرتك على كابتن ميدو يعني بكلمه مجروح طبعا، وطبعا كل الناس بتحبه جوه النادي او بره النادي، ما فيش حد يقدر يتكلم على كابتن ميدو. ده اخونا الكبير، من الاشياء اللي حببتني في ان انا اجي نادي الاهلي طبعا، غير النادي الاهلي طبعا فريق كبير او نادي كبير او الكلام ده. كابتن ميدو اخويا وحبيبي، وطبعا معاه في الجهاز كابتن تامر وكابتن جمعه، يعني كلهم قريبين من السن، يعني في ناس لعبت مع بعض معاهم مع اللعيبه وبتاع ده، فما فيش فرق بيننا خالص من بعض. يعني تحس ان احنا فرقه واحده، مش مفيش جهاز ومفيش لعيبه، لا احنا 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 فرقه واحده فعلا. صحيح. او جهاز واحد. ف ده اهم حاجه من العامل، من المدرب واللعيب، يبقى في يعني في فرق، ما فيش فرق بينهم. صحيح. لازم يبقى في تواصل بينهم مع بعض، ما فيش مشاكل في حتى في التواصل في تصليح الاخطاء ولا الكلام ده، لا ده بصوره كويسه طبعا كابتن ميدو بيوجهها لنا. لا يعني احنا تحب اخوات في الملعب واحدة. روح اسره واحده، اسره واحده طبعا. صدقني انا يعني في الاستوديو شرفت باستقبال يعني ابطال كتير، ولكن في امانه في الفولي بول انتوا عاملين حاله حلوه قوي بصراحه. والله الحمد لله، اللعيبه كلها لعيبه محترمه، لعيبه عايزه تلعب وتادي للنادي ومخلصه للنادي، و يعني ما فيش جاب خالص بيننا وبين الجهاز. لا جهاز. ما فيش. طيب قول لي برضو، يعني خلينا نتكلم على يعني البطوله الاهم وهي بطوله افريقيا. يعني الفرقه التونسيه بتبقى بتستعد بشكل كبير، بتجيب اجانب كويسين اكيد. برضو احنا ان شاء الله انضمنا لعيب تونسي برضو، شكري الجويني لعيب جامد. شايف بطولات افريقيا، طبعا احنا اكتر فرق يعني اكتر فريق افريقيا حصولا على هذه البطوله. شايف البطوله دي السنه دي هتبقى شكلها ايه؟ يعني هل في فرق تونسيه طلعت في الساحه اكتر، هل فرق تونسيه اقل؟ شايف الموضوع ده ازاي؟ لا فرق تونسيه على طول بتبقى مترجح بين الترجي والنجم والصفاقس. فالترجي السنه فاتت كان كويس جدا، والنجم كان اقوى، كان بطوله قويه، لان احنا كنا الفريق الوحيد من مصر وعانينا. احنا لعبنا في الافتتاح الترجي، ولعبنا في النهائي النجم. كانت انت يعني فريق واحد مصري، كان ما فيش حد، لازم كان حد يدخل معاك كفريق نادي الجيش او فريق نادي الزمالك، كان ما بيدخل معاك طبعا البوله والحاجات دي بتتغير جدا وبتبقى في صالحنا. بس يعني بقينا لوحدينا ولعبنا وربنا كرمنا. السنه دي طبعا اكيد بتبقى اقوى، ان بيبقى اي فريق بيشوف اخطائه ايه وبيقوي نفسه تاني وبيرجع. الترجي كان نفسه يكسب البطوله في ارضه، اكيد بيدعم نفسه. شكري جالنا، فهم اكيد جايبين لعيب كويس برضه بيعوضوه بالظبط. والنجم برضه ماشي برضه بخطه ثابته، انا ليا زمايلي هناك على طول بيكلموني، لا على طول بيجيبوا لعيبه كويسه عشان على طول عايزين يحافظوا. يعني برضه البطوله هتبقى جامده طبعا اكيد. طب برضه البطوله العربيه في شهر فبراير بيتهيألي حددت في تونس برضه 14/2 او 12/2 في تونس. البطوله الافريقيه مصغره، لان الفرق المصريه موجوده والفرق التونسيه موجوده بالظبط، واحنا بيتهيألي مش حامل لقب البطوله العربيه، كان البطوله العربيه اخر لقب ما اشتركناش. اخر حامل لقب مصري كان نادي الجيش اللي خدها الموسم اللي قبل اللي فات. طب انت شايف البطوله العربيه دي برضو يعني هي تعتبر بطوله افريقيه مصغره لانه ما فيش فرق ثانيه، شايف برضو الاشتراك فيها هيفيد الفرقه ولا نشترك في بطوله افريقيا بس؟ والله لو العدد او اللعيبه كامل زي ما قلت لحضرتك، احنا ما عندناش عجز في اي مركز الحمد لله، لولا بس اصابتي هي دي، يعني ان شاء الله اقدر الحق البطوله العربيه باذن الله. انا شايف ان كابتن ميدو مظبط كل المراكز عندنا، وانا شايف طول ما هو في عندنا بدائل كتير وعندنا اختيارات كتير تقدر تشارك في بطوله واثنين وثلاثه واربعه، مفيش مشكله فيها خالص يعني. مفيش مشاكل. طب قول لي برضو، انا عايز اسال على حاجه تانية مهمه قبل يعني ختام اللقاء. الناحيه البدنيه مهمه جدا لفريق الطياره، يعني يمكن من الناس فاكره ان الطياره ما فيهاش احتكاك في الناحيه البدنيه، لا الموضوع يعني قصه تانية. انا عارف ماساه كبيره، انتوا تمرينكم يمكن اوقات كبيره جدا بتقضوها في الجيم. شايف يعني الناحيه البدنيه ماشيه كويس، ولا انتوا محتاجين اكتر، ولا محتاجين تسافروا بره، محتاجين امكانيات مش موجوده في النادي؟ كلمني عن الحته البدنيه لفريق الطياره. لا والله هو كابتن ميدو معتمد على كابتن ابو الحسن، ده مخطط احمال لينا، متفاهم طبعا كل التدريبات بتتفاهم من كابتن ميدو وكابتن ابو الحسن، ماشيين طبعا كل يوم يوميا طبعا. جيم جميل جدا، في كل حاجه، ما فيش حاجه ناقصه فيه. ممكن في جري وفي اساتيك وفي حديد وفي كل حاجه موجوده، وفي طبعا تدريبات سرعات، واكيد حضرتك عارف كنت لعيب ولازم تدريبات. صحيح. لياقه وفي فيتنس وسرعه وحاجات كتير جدا، يعني هو مش فوليا بس،
احنا في تدريبات معينه بتحصل كل يوم، الجيم مش كله تقيل، في خفيف، في سرعات، في حاجات. ده منصف يعني طبعا يعني الامكانيات كلها متوفره جوه النادي الاهلي. لا طبعا مش محتاجين نطلع بره. لا 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 مش موجود، مش كله تمام. طيب انا يعني لقائنا مر سريعا بصراحه منعم، وانا سعدت جدا جدا بوجودك معايا الحقيقه. انت من اللعيبه الرجاله اللي سعدت بوجودهم، وما انا بحب اشوفهم في الملعب وبحب اشوفهم على الشاشه. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ووقتني. ان شاء الله تحقق كل اللي انت عايزه مع فريق النادي الاهلي السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن. اعزائي المشاهدين، مر بينا الوقت سريعا. كان معايا نجوم كبار جدا من عيار التاهيل، كان معايا كابتن حمدي الصافي، كريم عبد الجواد، كان معايا كابتن منعم محمد عبد المنعم. الحقيقه يعني اسعدونا بشكل كبير وجودهم معانا وشرفونا النهارده في الاستوديو. بشكركم على حسن المتابعه، طبعا بضم صوتي وبضم صوتي ليكم، وبندعي بنقول يا رب ان شاء الله يكرم فريقنا بكره قصاد الترجي. هنتابع كلنا المباراه على شاشات التلفزيون. يا رب كل التوفيق لينا، ونحتفل يا رب يا رب بعد اللقاء بالتاهل، البطاقه التاهل للمباراه النهائيه. شكرا جزيلا لمتابعتكم، انتظرونا الجمعه القادمه في حلقه جديده من ملوك الصالات، هنجيب لكم كل ما هو جديد داخل النادي الاهلي وايضا خارج النادي الاهلي في ملوك الصالات. شكرا جزيلا لحضرتك.